كيف شايفين مادتكم سو فار؟ في أي مشاكل بالمادة؟ أي شيء مش واضح؟ أي شيء بتحبوا نعمل عليه تحسينات، تعديلات؟ حد عنده أي ملاحظات إيجابية، سلبية؟ السلبية أهم من الإيجابية. إذا حد عنده أي ملاحظات نيجاتيف كومنتس، أشياء نقدر نعمل منها تحسين. سايلنت. اكيد كل شيء واضح بالماده. دكتور سو فار سو جود دكتور، يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيك. انا بس كنت بدي هيك اسال، يعني مش يعني بس سؤال، انه يعني مثلا اسئله الكويز راح تكون واضحه، لانه بصراحه صادفتنا في مواد قديمه إنه يكون مثلاً الدكتور قصده إشي نحن نروح نتخربط، يعني يكونوا مثلاً عنده جوابين صح، بس طبعاً كسيستم بياخد بس الإجابة الصح اللي هو بده إياها، فنتخربط كتير في طريقة السؤال. يعني عادةً الإجابات واضحة، بتسأل عن principles، يعني أشياء ما بيختلفوا عليها اثنين. هلأ إذا صادف إنه سؤال كان يحتمل إجابتين، إذا بتقنعوني الإجابة الثانية أنا صح، حدا بقنعني إنه الإجابة الثانية صح، بنحسب التنتين صح يعني. اوكي. لكن انيشالي الاسئله واضحه جدا، يعني الاجابه ما بتحتملش انه اجاوب جوابين يعني. تمام. دكتور احنا مش عارفين بالضبط من وين بدنا نفوت للامتحان، مش مبين معنا الرابط مثل باقي المواد الثانيين. بعد المحاضره هاي ما ننهي المحاضره ببين بظهر عندنا الرابط تبع الاكتيفيتي. اوكي فاين ثانك يو. يعني انا عشان السكيورتي ايشوز ما بحب احطه بدري، يعني بحب احطه دائما قبل الوقت بشوي. نفس المكان اللي في التسجيلات او اللي وضعنا عليه التي ام اي او نفس المربع يعني. طيب هلا اليوم راح نحكي عن ايش؟ شابتر 4 اللي هو جزء المحاضره الماضيه كنا جزء منه، واحنا نحكي عن الريسورس بيست فيو. حكينا عن جزء من الريسورسز، وحكينا بشكل تفصيلي او بشكل اعمق راح نحكي عن الريسورسز وتحديدا عن الانتلكتشوال اسيتس للفيرم، راح نحكي عنها بشابتر 4. هلا المقصود اولا بالانتلكتشوال كابيتال، وات داز ات مين؟ ايش اللي بنقصد فيها الانتلكتشوال كابيتال؟ الانتلكتوال كابيتال اولا المقصود فيها اللي هي عباره عن اللي بنقصده فيها او ليش احنا بندرسها، بنحاول ندرسها حتى نقدر نضع فاليو للفيرم اللي احنا موجودين بداخلها. لكن ميزه الانتلكتوال كابيتال انه هي تعتبر الانتلكتوال انتانجبل، تتكون من انتانجبل اسيتس، which means انه صعب اني انا اجي اقيم الانتلكتوال اسيت، او مش صعب، ما في طريقه دايركت اني احسب فيها قديش قيمه التانجبل اسيتس اللي موجودين عندي. لذلك yes. حتى طريقه حسابها ماثماتيكلي، كيف احنا بنحسبها ماثماتيكلي وبنطلع لها قيمه، العلاقه غير، طريقه غير مباشره، which is ببساطه يعني لما نطلع عليها احنا، يعني مش موضوعنا موضوع حسبتها لما نعمل ايفالويشن لها، لكن احنا كيف بنحسب الانتانجبل اسيتس بالمؤسسه عشان نطلع قيمه مؤسسه. اول شيء نيجي نطلع على القيمه السوقيه، قديش القيمه السوقيه ل القيمه السوقيه اللي موجوده لمؤسسه معينه، قديش قيمتها بالسوق؟ يعني قديش لو انت بدك تشتريها اليوم، قديش ثمنها بالسوق؟ ثاني شيء بنعمله ايش؟ بنروح على اي شيء تانجبل اسيتس موجوده داخل المؤسسه، كل التانجبل اسيتس اللي موجوده بنجمعها سوا وبنطلع لها توتال. هلا بننقص بعد هيك قيمة التانجبل اسيتس، بنقصها من القيمة السوقية. الفرق بين القيمة السوقية والتانجبل اسيتس هو بيكون قيمة الانتانجبل اسيتس. تمام؟ الانتانجبل اسيتس بشكل عام قديش بيكون القيمة تبعتهم. يعني مثال هلا لو حدا بده يجي يحكي لي اني انا بدي اشتري البنك العربي مثلا. كيف بدك تشتري البنك العربي؟ هلا ايش بتشتري بالبنك العربي انت لما تشتري البنك العربي؟ ايش راح تشتري في البنك العربي؟ انت تصير الاونر للبنك العربي. كل الفروع والسمعه والموظفين اللي موجودين. بدك تشتري، بدك تشتري الاسم التجاري. كل شيء بدك تشتري، الاسم التجاري، وفعليا بدك تشتري الفروع وتشتري الايكوبمنت اللي موجوده والاجهزه التكنولوجيه،
كل شيء بدك تشتري. طيب قديش الفير برايس لهذا البنك بيكون؟ قديش لازم يعني قديش الثمن اللي انا لازم ادفعه لهذا البنك؟ اكيد ما راح يبيعوك اياه يجي يحسبوا ثمن الفروع وثمن الارض وثمن الفروع اللي موجوده والاكويبمنت اللي موجوده وبيعوك اياه بهذا السعر، مزبوط؟ السعر تبعه راح يكون سعر بجوز 10 اضعاف ولا 20 ضعف الاسيتس اللي موجوده فعليا بداخله، الاسيتس اللي تانجبل. كيف حددوا او كيف تحدد قيمه هذا البنك عشان احنا نعرف انه هذا البنك هذا له فير برايس ولا لا؟ بنروح على القيمه السوقيه تبعته، القيمه السوقيه تبعته من وين بنجيبها؟ بنجيب القيمه السوقيه من سوق الاسهم، فبدنا نشوف قديش في اسهم للبنك العربي موجوده وقديش ثمن السهم، تضرب هذا بهذا بيطلع عندك شو؟ بيطلع عندك القيمه السوقيه الفعليه للبنك. هلا بعد هيك تيجي بتشوف التانجبل اسيتس اللي موجوده عندك قديش قيمتها؟ اراضي، مباني، اكويبمنت موجوده داخل البنك، الفاينانشال ريزيرفز اللي موجودات عندهم، كلها هي عباره عن اشياء تانجبل. بتنقص القيمه السوقيه من التانجبل بيطلع معك قيمه التانجبلز الانتانجبلز. هلا قيمه الانتانجبلز بشكل عام اللي احنا بنسميهم الانتلكتشوال كابيتال بيضمنوا شو بتضمنوا؟ بتضمنوا الريبيوتيشن، سمعه البنك، اللويالتي اند كوميتمنت، كاستمر ريليشن شيبس، كمباني فاليوز، براند نيمز، اكسبيرينس اند سكيل، سكيلز اوف امبلويز. ولاحظ انه كل هذول ما في قيمه رقميه، انت تيجي تعطيني قيمه رقميه لاي واحد فيهم ان دايركت واي. اذا بدك تعطيني قيمه، القيمه تبعتك بدها تنحسب بطريقه ان دايركت. طبعا مهم موضوع الايش، وزي ما حكيت يعني سابقا يعني لما نطلع على شركه بيبسي مثلا، كوكا كولا، بيبسي، البنك العربي، بيتزا هات، ابل، سامسونج، تشوف القيمه السوقيه لهم. اكيد ما راح يكون عندهم اذا كانت القيمه السوقيه تبعتهم 500 بليون دولار مثلا، ما راح يكون عندهم اسيتس فعليه ب 500 بليون دولار. الجزء كبير من السعر بيكون بجوز يكون عندهم 5 او 10 بليون دولار اسيتس، والباقي راح يكون ثمن هاي الاشياء اللي بنسميها الانتلكتشوال كابيتال للفيرم. طبعا الانتلكتشوال كابيتال للفيرم مهمه جدا، والاهميه تبعتها بتنبع من العصر اللي احنا عايشين فيه. احنا عايشين بنولج ايكونومي، يعني عصر المعرفه. عصر المعرفه عصر يعتمد على شو؟ يعتمد عصر المعرفه والعصر اللي احنا عايشين فيه عصر المعرفه النولج ايكونومي بيعتمد على ايش؟ على السمعه، وبيعتمد على الورد اوف ماوث، بيعتمد على يور ريليشن شيب وذ يور كاستمرز، ذا فاليوز يو كاري ات يور اورجانيزيشن، البراند نيم او البراند نيمز اللي موجوده عندك بهال المؤسسه. وكمان بيعتمد كثير على الهيومن كابيتال. الهيومن كابيتال اللي هي عباره عن جزء من هال اللي راح نشوف اللي انكلودز الانديفيديوال كابابيلتيز نوليدج سكيلز اكسبيرينس اوف ذا كمباني امبلويز اند مانجر. لاحظ انه هاي الهيومن كابيتال سمثينج ذات جيت ديفلوب اوفر ذا تايم. انت باي شركه من هاي الشركات اللي احنا بنشوفها الشركات المشهوره وال 500 البيست 500 كمبانيز بالعالم هلا، ولا احسن خمس شركات بالعالم، انه كلهم بداياتهم بلشوا بموظفين عاديين، لكن هذول الموظفين مع الزمن هم وفروا لهم ديفلوبمنت وتريننج، تريننج وديفلوبمنت، كونوا كابابيلتيز عند الموظفين تبعتهم، صار عندهم سكيلز معينه واكسبيرينس معينه. هاي عباره عن ثروه للاورجنايزيشن، هاي الثروه اللي مخلي هاي المؤسسات لليوم انهم يضلوا يطلعوا لنا انوفيشنز ويضلوا عندهم سستينابيلتي بالبروفيتس انسايد ذا ماركت. كمان ما ننسى ايش؟ موضوع السوشيال كابيتال اللي هي العلاقات الاجتماعيه. قديش في للمؤسسه كمؤسسه اولا، قديش لها علاقات مع المؤسسات الاخرى، كمان الافراد اللي موجودين داخل المؤسسه، قديش لهم علاقات مع المؤسسات الاخرى بالقطاع اللي هم بيشتغلوا فيه او بالقطاعات الاخرى. موضوع النولج، موضوع اللي هو المعرفه، المعرفه طبعا تقسم راح نشوف كيف تتكون المعرفه بالاورجنايزيشن، شو اقسام المعرفه. لكن جنرالي لما نطلع على النولج، النولج تتكون من جزئين اساسيات، او ممكن نقسمها ل تو كاتيجوريز. اول كاتيجوري من اول وحده من هالكاتيجوريز اللي الاكسبلسيت نولج، والقسم الثاني او الكاتيجوري الثاني اللي بنسميها التاسيت نولج. الاكسبلسيت نولج اللي هي المعرفه المعلومه، او المعرفه اللي بتكون ايش؟ معروفه، الشيء اللي معروف للكل داخل المؤسسه، وغالبا بيكون للناس اللي موجودين خارج المؤسسه.
هاي المعرفه مع الزمن بتيجي من خلال شو؟ من خلال ان احنا جمعنا داتا وحولنا الداتا لانفورميشن، والانفورميشن استخدمناها بالشكل الصحيح وبمكانها الصحيح والاشخاص الصحيح، الاشخاص المناسبين استخدموا هالمعلومات الموجوده الانفورميشن، فتكونت عندهم معرفه مع الزمن، خبره ومعرفه مع الزمن. هلا الاكسبلسيت نوليدج مع الزمن ايش بيعملوا بالمؤسسات لما يكون عندنا الموضوع بيتعلق بالاكسبلسيت نوليدج؟ بيعملوا له عمليه كوديفيكيشن وعمليه دوكيومنتيشن، بيكون عمليه انه الحصول عليها سهل داخل المؤسسه. والمفروض انه اذا انا بدور على اورجانيزيشن وبطمح لاورجانيزيشن، الاورجانيزيشن تبعك يكون عندها كومبتيتيف ادفانتج وتتكون عند الموظفين اللي عندي اكسبيرينس داخل المؤسسه ان اوردر تو اتشيف كومبتيتيف ادفانتج اور تو كونتينيو ذا كومبتيتيف ادفانتج، المفروض انه هاي النولج تكون ديستريبيوتد امونج ذا امبلويز. هذا اول نوع من انواع النولج اللي هي الاكسبلس. بينما التاسيت نولج، التاسيت نولج اللي هي المعرفه التاسيت اللي هي المعرفه المخفيه او المعرفة الضمنية، مخفية ضمنية، هي عبارة عن نوع من أنواع المعرفة اللي ما بتتسجل أو ما بتنكتب في كتب وما بتتوزع على كامل الموظفين. هي اللي بيكون فيها أسرار المؤسسة، أسرار الشركة، exactly how they get things done inside the organization. هي عبارة عن إيش لاحظ التاسيت نوليدج؟ بتكون موجودة دائماً in the minds of the employees، وبتكون مبنية على إيش؟ مبنية على الإكسبيرينس اللي بيحصلوا عليها وهم موجودين داخل الشركة. يعني التاسيت نوليدج إشي خاص جداً بيكون بالمؤسسة، عشان أنت تعرفه حدا من الأوتسايد، إذا أنت كمبيتيتور، إذا أنت من الكمبيتيتور من الكمبيتيشن وكمبيتيتور لمؤسسة إيه، عشان أنت تعرف التاسيت نوليدج اللي عند اللي موجودة عندهم. It's exactly التاسيت نوليدج is يعني الأنسر للكوستشن اللي how they get things done. عشان اعرف انا how they get things done in detail لازم تكون بارت من هالمؤسسه، لازم تكون انت بارت من هالمؤسسه. وطبعا التاسيت نوليدج حتى الناس اللي موجودين داخل المؤسسه بيكون معرفتهم فيها بدرجات، مش الكل بيكون عارف هالمعلومات بشكل كامل. بعض الناس كل حدا بيكون عارف معلومات معينه لحد ما نصل للهيد اوف ذا اورجانيزيشن او للاونرز اوف ذا اورجانيزيشن، هم بيكون عندهم كولكشن او بيكون عندهم مجموعه المعلومات بشكل كامل التاسيت نوليدج عن هالاورجانيزيشن. دكتور لو سمحت، هذا بنطبق على الافصاحات الماليه داخل الشركه، مش كل الموظفين المفروض يعرفوها، لازم التوب مانجر او شيء زي هيك، هي تقريبا نفس الشيء. يس، هذا نوع من انواع انه انت ما بتطلع في شغلات كثير تعتبر من ضمن التاسيت نوليدج اللي ما موظفينك، او نحن حكينا في علاقات رايت، يعني انت بتشتغل بشركه بي وانا بشتغل بشركه بي، لكن احنا اثنين شركاتنا بينهم كومبيتيشن، لكن انا وياك درسنا بجامعه واحده مظبوط، فاحنا بيننا ريليشن از فريند، فممكن انتشنالي انت تحكي لي ايش بتعملوا بشركتكم وانا انقل اللي انت حكيت فيها لشركتي، بالتالي الشركه اللي انا فيها يعرفوا انت ايش بتعمل. مثلا ابسط مثال على الريسيرش اند ديفلوبمنت، هاي من الاشياء اللي بتكون تاسد. او اذا في ميزانيه معينه فجاه المؤسسه قررت انه بدنا نعمل ميزانيه معينه وضفنا 100,000 ولا 200,000 على الميزانيه الموجوده عندنا للريسيرش اند ديفلوبمنت، هاي بيخلوها ايش؟ معلومه ما حدا يعرفها كثير من الموظفين الموجودين الا الناس المعنيين بالموضوع، واللي بيكون مأكد عليهم انه ما تطلع هاي المعلومه خارج الغرفه اللي هم موجودين فيها. واي؟ لو انت بشركه بي وعرفت انه انا حاطط 200,000 زياده على الريسيرش اند ديفلوبمنت، اول شيء راح تفكر فيه ايش؟ راح تفكر انت بشركه بي احنا كم بدنا نضيف نفس الشيء، doing the same. اعمل the same، بس شو راح يخطر على بالي اول شيء؟ ليش راح اعمل something new coming to the market or should be act immediately؟ راح تصير تفكر انه في something، انه انا عمالي بفكر في new product، new service، new thing انا بدي اجيبه للماركت، فما راح ترتاح بعد هيك الا تشغل ناس يعملوا investigation، ببطل يعمل انفستيجيشن على الماضي، بصير يعمل انفستيجيشن على الشركة اللي أنا موجود فيها، يعرفوا إيش إحنا بنعمل داخل الشركة. فأنت مالك بتلفت انتباه الشركات أو المنافسين الآخرين. كمان في بعض الأسرار إنه how you do certain things، زي مثلاً سر خلطة الكي إف سي والبيبسي والكوكاكولا، هاي تعتبر إيش؟ تعتبر من التريد سيكريت، رايت؟ تعتبر تريد سيكريت. طبعا هاي من ضمن التاسيت نوليدج اللي مش مسموح لحدا انه يطلع عليها
داخل المؤسسة، ناس معينين اللي بتطلعوا عليها أو اللي بيعرفوها داخل المؤسسة. تمام؟ تمام. يس. لاحظ إنه لما نطلع على الـ human capital، جزء اللي هو الـ human capital أو الـ human resource inside the organization، طلع على الـ human capital as three independent activities. أول activity من الـ activities اللي بتكون فيها المؤسسات دائماً بيكون في عنا إيش؟ عملية الـ attracting the human capital، اللي عملية الـ hiring the new employees، الطرق المختلفة اللي احنا بنستخدمها داخل المؤسسة أو اللي بيستخدموها أصحاب المؤسسات in order to attract talents to the organization. إنه أول شيء، أول خطوة من الخطوات عشان أنا أكون الـ human capital، وهي الـ human capital يصير لها قيمة value مع الزمن، اللي هي intangible value، إنه لازم بالبداية إنه أنا أوظف الناس الصح داخل المؤسسة، hiring the right employees in the right places inside the organization، ويكون عندنا حرص نكون حريصين على شو دائما، إنه إحنا نوظف talented people inside the organization. هلا whether we كانوا عندنا الناس talented ولا كانوا الناس عندنا، يعني خلينا نحكيهم بلغة الصناعة يعني الاندستري، إنه كانوا الناس standard، عشان نحسن من القدرات ونحسن من الكابابيلتيز والسكيلز للموظفين الموجودين عندنا، وي هاف تو ميك سم كايند اوف ديفلوبمنت، والديفلوبمنت اللي هي عمليات التريننج وعمليه الديفلوبمنت التطوير المستمر للموظفين اللي موجودين داخل الشركه. الاكتيفيتي الثالث اللي بيلزمنا عشان احنا نبني هيومن كابيتال ان ذا رايت واي، يعني لما نطلع عليها فروم استراتيجيك بوينت اوف فيو، انه ايش؟ يكون عندنا قدره انه نعمل ريتيننج للهيومن كابيتال، يكون عندنا ريتينشن عالي للامبلويز اللي احنا بنعتقد انه هذول الامبلويز تالنتد، وهذول الموظفين احنا دربناهم. ما بيكفي انه انا اجيب حدا تالنتد وادربه واعمل له تطوير وابعثه لدورات مختلفه وادربه على اشياء مختلفه ويصير عنده خبره ويعرف المعلومات التاسف والاكسبلسيت اللي داخل الاورجنايزيشن تبعتي، هلا شو بهمني كمان كعمليه متصله مع العمليتين السابقات عشان أكون from strategic point of view أظني مستمر ويكون عندي competitive advantage، you have to retain those employees، يكون عندك عملية retention عالية. وقال in order to make retention، درسكم بجوز شوي بال HR field، مر معكم عشان أنا أعمل retaining للemployees للhuman capital، إيش لازم أعمل أنا داخل هاي الorganization، شو لازم أعمل عشان أعمل retention داخل الorganization؟ عشان أحافظ على الموظفين لازم أحفزهم دائما، لازم يكون عندك برامج مستمرة to motivate your employees, to encourage your employees. training مثلا كمان. ال؟ training. training والdevelopment مخلينه احنا لحاله. لكن هون لما نحكي عن training the employees ده بتنتبه لأي شيء خارج training والdevelopment. ايش انت ممكن تعمل حتى تحافظ على موظفينك داخل الشركة. البونوسز، الريواردز، تعمل work life balance للموظفين، اهتمام، تشوف شركات كثير هلا غير التريننج والديفلوبمنت وراتبك الشهري، بكون حريص على صحتك، رايت؟ بعطيك اشتراكات بالجيم على حساب منشوره، اوكي فاين، يس صح، على حساب الشركه اللي موجود فيها بعطيك اشتراك او اشتراكات مخفضه تروح على الجيم. هلا طبعا هاي من تو بوينت اوف فيو، بوفروا على حالهم، صحيح انه بيعملوا معك ايش انت يفيل جود انه انت معك ال مثلا على موضوع الجيم تحديدا، مثلا انه انت معك ديسكاونت او عمالك تدفع 10 او 20% من فاتوره الجيم فقط، لكن هم ايش بيستفيدوا؟ بيقللوا التامين الصحي. تمام، بيستفيدوا منك انك تكون نشيط دائما، العقل السليم في الجسم السليم، وبقللوا الامراض والليفز تبعت السيك ليفز والشغلات، يعني على الشورت. لاحظ انه على الشورت اذا ما اطلع عليها على الشورت ران، عمالك بتفكر انت انه ايش هم اعطوك بونص، اعطوك ايش كمان، بيرفعوا المينتال هيلث للامبلويز. على اللونج ران بتفكر فيها انك انت بترفع المينتال هيلث، النشاط للموظفين الموجودين عندك، بتضمن انه هذول الموظفين از لونج انه دي ار براكتسنج اور دي ار جوينج تو براكتسنج سبورتس، معناته انه هذول دي ار نوت سيك او دي ار نوت دي ويل نوت جيت سيك ايزلي، الاميون سيستم تبعهم راح يكون اكسلنت، نسبه اصابتهم بالامراض اقل، بالتالي راح تنعكس على فاتوره التامين اللي موجوده عندك، امراضهم راح تكون قليله ومراجعاتهم للمستشفيات والدكاتره راح تكون اقل. فممكن انت بتدفعه باليمين تكسب فيه انه هذا الموظف انه عامل من عوامل الريتنشن لهذا الموظف، وبالجهه الثانيه تعملك توفر على المؤسسه على المون جران داخل المؤسسه.
فهذول عبارة عن إيش؟ ثلاث عمليات إحنا ننتبه لهم، إنه إيش؟ from strategic point، كيف أنا داخل المؤسسة، كيف أنا ممكن أرفع من قيمة، لاحظ إنه كل شيء إحنا بنحكيه على value، كيف أنا بدي أرفع الفاليو للأورجانيزيشن اللي أنا موجود فيها، ولاحظ من خلال رفع هالفاليو هاي أنا راح أحقق competitive advantage، راح أرفع الفاليو تبعت الأورجانيزيشن، trade value للأورجانيزيشن اللي أنا موجود فيها. hiring الرايت بيبل، بالعمليات التريننج والديفلوبمنت الكونتينوس تريننج اند ديفلوبمنت، وثالث شيء العمليه الثالثه الاكتيفيتي الثالثه اللي هي ريتينينج ذا هيومن كابيتال ذات يو اتراكتد تو يور اورجانيزيشن. فلا معطينا بعض الايش، بعض التفصيلات على عمليه العمليات الثلاثه الاكتيفيتيز الثري اكتيفيتيز الموجوده، انه بيحكي لنا ايش از ا نيو واي، هاي يعني صرنا نشرحها بكتب الاتش ار از a new way to hire employees، انه انت كيف تختار موظف بالشكل الصحيح. هلا في عندنا طريقه من الطرق اللي اغلب الشركات بيستخدموها هلا حاليا، الشركات المتطوره they do not hire، لاحظ they do not hire employees for their education ولا for their experience only، يعني معيار التوظيف عندهم مش بس معيار انه انت عندك شهاده عاليه او عندك سكيلز وعندك اكسبيرينس عاليه فقط، لا، توظيف بالشركات اللي صار they hire people for their attitude. هلا بده يشوف الاتيتيود هذا يضمن شو، بده يقابلك بالمقابله تبعك بده يشوفك do you fit with the organization culture، do you fit with the organization. هلا صار اهم معيار من معايير انه نوظف حدا داخل مؤسسه معينه انه نشوف انه هذا الشخص اللي موجود امامنا هل هو مناسب، does he fit with this organization، why. هذا اهم شيء صار عندنا بالمؤسسات، اذا if you find someone who fit inside the organization بيحكي لك انه احنا بنقدر نعمل له تريننج، بنقدر نعمل له ديفلوبمنت. هلا بكفي انه يكون عنده جنرال نوليدج واكسبيرينس، يكون عنده سوشيال سكيلز مختلفه، يكون هذا الشخص بتمتع بفاليوز، ويكون عنده اتيتيود توارد الورك، عنده حب للمؤسسه وحب للشغل اللي هو جاي يشتغل فيه. هلا بعد هيك الباقي تفاصيل السكيلز اللي احنا بدنا اياها، الاديشنال سكيلز we can train those employees for those to achieve those skills. كمان بيحكي لنا in order to attract the human capital, in order to attract good talents, good employees, انه احنا لازم نعمل ايش، يكون عندنا good practices لل recruitment approach، يكون عندنا good network حتى نقدر نحصل فيها على employees to work inside our organization. وطبعا هذا بيبين انه لما يكون عندي شركه وعندها جود ريكروتمنت ابروتشز وعندها جود نتوركينج، بيبين لما ايش، لما يطلبوا موظفين، لما يطلب خمس موظفين شوف عدد الناس اللي بتقدموا للوظيفه، وهذا واحد من المعايير اللي تستخدم طبعا فروم استراتيجيك بوينت اوف فيو فروم اتش ار بوينت اوف فيو. بالاستراتيجيك اتش ار بنستخدم هذا المعيار، نشوف انه احنا لما نعرض وظيفه معينه كم واحد بيقدم على هاي الوظيفه، كم واحد ويلنج انه يقدم على وظيفه عندنا، هذا له 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 حسبه، له معنى دائما. كل ما كان عدد الناس اللي بيقدموا على وظيفه معينه عندك عددهم اكبر، هذا معناته انه انت عندك شو، عندك جود ريبيوتيشن، يعني معناته انه الناس، هذا بالنورمال كونديشن طبعا، بعد عن انه الناس انه في بطاله بالمجتمع مثلا او انه تكون نسبه البطاله عاليه، بالوضع العادي الوضع الستاندر، كل ما كان عدد الناس اللي بيقدموا على وظيفه معينه في احنا بنطرحها بشركتنا عددهم كبير، هذا لازم يعني لنا اشياء، يعني لنا انه احنا وي ار الطريقه اللي بيشوفونا فيها الاوتسايدرز، الناس اللي في الاوتسايد، ان وي ار ا جود كمباني تو ورك ويذ. طبعا لما يتوافر عندنا هاي السمعه ريبيوتيشن، ات مينز انه احنا راح يكون البول تبعنا، البول اللي هو الباسكت للناس اللي بتقدموا، راح يكون فيها ناس تالنتد. فلازم يكون عندنا طرق وطرق جيده انه نقدر نعمل ديدكت لهالتالنتس اللي موجود، تمام. هلا بيحكي لنا كمان انه نلاحظ دائما in order to attract the human capital، انه اول مصدر من المصادر اللي احنا ممكن نحصل فيها على good employees are own employees themselves، يعني recommendations اللي بيقدموا لنا اياها are friends are employees، والار employees يجوا لي لما يكون في عندنا وظيفه معينه او طالبين احنا حدا من الخارج، الموظفين تبعونا if you have a good employee، اذا بالغالبا اذا عمل لك recommendation على حدا معين، صديق someone he know او صديق معين، it means انه هذا الموظف الجود امبلوي اللي عندك راح يجيب لك حدا جود، تمام.
وده باد امبلوي راح يجيب لك حدا باد، فانت ما بدك الباد امبلوي، الباد امبلوي بدك تخلص منه اصلا ما يكون موجود داخل مؤسستك. لكن اول واحد من السورسز اللي موجوده حتى تحصل على جود تالنتس فور يور اورجانيزيشن وباقل الاسعار طبعا بيكون هذا، واسرع الطرق انك تستخدم يور اون امبلويز. لذلك بتشوفوا مثلا هلا نظام جديد بالشركات، بعرفش اذا طبق بالاردن، لكن هذا من زمان لما انا كنت اشتغل برا كان موجود بالشركه اللي انا كنت اشتغل فيها. لما انا كنت اعمل ريكومنديشن في وظيفه معينه مفتوحه جاب اوبننج، وانا اعمل ريكومنديشن لحدا معين، اجيب حدا معين من اصدقائي مثلا من معارفي اجيبه يتوظف داخل الشركه، وانس هي باس اول ذا ريكروتمنت بروسس وتعين بالشركه واستمر بالشركه مده ست اشهر على الاقل، كانت هاي الشركه ايش يعطوني؟ يعطوني بونص، كانوا يدفعوا لنا بونص. دكتور هذا موجود عندنا بالشركه، اللي بيجيب موظف جديد وبكون كفؤ بعد ثلاث شهور تدريب الموظف اللي جابه بحصل على 200 دينار. يس. ليش الشركات بتعملوا هيك؟ لاحظ عشان يوصلوا افضل الامكانيات او افضل الموظفين الممكن انهم يحصلوا عليهم. تمام. وايش كمان بيكون متاكد انه هذا بما انك انت اللي رشحته حدا جود امبلوي رشح هذا الموظف او جاب هذا الموظف، فيعني التخمين او الاحتمال بيكون انه هذا كفؤ زي الموظف اللي موجود عندك على الاقل. تمام. الشغله الثانيه للمؤسسه انه ما بيدخلوا بعمليه الريكروتمنت اعلانات وقبول واختيار، ممكن يختاروا حدا غلط وحدا صح ويعملوا تريننج لحدا وبالاخر يكتشفوا انه دي ترين سمون وما كان لازم يدربوه وما كان لازم يوظفوه اصلا. فما على الاقل بيكون في عندهم ضمان انه هذا الموظف اذا جود امبلوي الموظف القادم. هلا عشان يشجعوك انت انك تجيب لهم حدا منيح بيحكوا لك انه لازم يستمر 3 اشهر 6 اشهر، في بعض الشركات سنه وانت راح تاخذ بونص. فبالتالي انت حتى كموظف لو بتعرف حدا مش منيح ما راح ترشح، لانه هذا راح ياثر عليك انت، يعني بالمستقبل راح ياثر عليك اذا كان سيء، او على الاقل ما راح تاخذ بونص انت اذا ترك الشغل هذا الشخص الجديد. كمان بيحكي لنا نقطه من النقاط المهمه انه ننتبه دائما للميلينيالز اللي هم الاجيال الجيل الجديد او جيل الشباب اللي موجود بالمجتمع، انه نحرص نكون حريصين اذا احنا كنا في بنفكر بالمؤسسه تبعتنا فروم استراتيجيك بوينت فيو، نكون حريصين دائما انه نوظف ناس صغار بالعمر، ناس حديثين صغار بالعمر. شو ميزات هذول الناس الصغار بالعمر؟ هذول استخدامهم للتكنولوجي بيكون عالي، عندهم the most of them are technology savvy، يعني انه ايش؟ انه التكنولوجي استخدام التكنولوجي ومعرفته بالتكنولوجيا عاليه جدا، ولذلك بيكون عنده abilities to innovate and to come up with new ideas more than الجيل اللي الاجيال اللي اكبر منه، الاجيال التراديشنال اللي اكبر منه، هذا سابقه. هلا هذا بتشوفوه بالمؤسسات كيف هلا الجيل اللي انتم فيه لما تروح تشتغل مع حدا عمره 50 و60 سنه، ايش الفروقات التكنولوجيه اللي موجودات بين الاجيال. كمان لازم نحرص على شيء واحنا بنوظف يكون في عندنا، بجوز ما عندنا احنا بالاردن كثير، اذا نحكي على الاردن racially diverse workforce، بمعنى أن يكون الناس من مختلف الريسز. هذا بينطبق على الدول زي أمريكا وبريطانيا وأستراليا، الدول الأوروبية اللي فيها جنسيات مختلفة وفيها اللي بسموها إيش العروق مختلفة من الناس الأبيض والأسود والجنسيات المختلفة والديانات المختلفة والكلتشرز المختلفة، الناس المهاجرين بيهاجروا لهاي البلاد. نكون حريصين إنه نوظف ناس يكون في لهم diversity داخل الorganization. شو أهمية الدايفرسيتي داخل الأورجانيزيشن؟ التنوع العرقي والتنوع الثقافي بثري بثري الشركة أو بثري قوة أو بزيد قوة الشركة. بزيد من أي ناحية بزيد قوة الشركة؟ يعني بكون في وجهات نظر مختلفة لنفس وممكن يكون في حلول مختلفة لنفس المشكلة. أفكار. different solution. لما نعمل برين ستور من كل حدا حسب الكلتشر من وين هو جاي، الكلتشر الباك جراوند الاكسبيرينس اللي عنده معرفته بالطائفه المعينه اللي هو بنتمي لها ممكن يكون عنده جواب مختلف عن الاخرين. فهذا بعطينا ايش؟ بعطينا تنوع بالاراء داخل المؤسسه، وهذا بعطينا ability to come up with new things inside the organization. ايش كمان عندنا؟
هلا عمليه الديفلوبمنت للهيومن كابيتال اللي هي الاكتيفيتي الثانيه، عمليه الديفلوبمنت طبعا لازم تكون عمليه الديفلوبمنت اذا احنا بنفكر بالاورجنايزيشن تبعتنا فور ذا لونج ران، مش بس للموظف الجديد ومش بس للموظف اللي له سنه او سنتين، عمليات الديفلوبمنت لازم تكون اول اوفر ذا اورجنايزيشن على الاول ليفلز اوف ذا اورجنايزيشن. واحنا لازم يكون الهدف الاستراتيجي اللي موجود عندنا داخل المؤسسه من عمليه الديفلوبمنت انه دائما يكون في عندنا خطه وعندنا سكسيشن بلاننج بهذا الشيء، انه عندنا ناس ممكن يحلوا مكان ناس، يعني بمعنى ان المؤسسه ما بتنتهي بمجرد خروج مدير معين او مهندس معين او ديزاينر معين داخل الشركه. المفروض انه عمليات التريننج والديفلوبمنت تكون اول اوفر ذا اورجنايزيشن على اول ذا ليفلز، ونحاول دائما داخل المؤسسه اذا بدنا نبني هيومن كابيتال بالشكل الصحيح يكون عندنا فاليو بالشكل الصحيح، انه دائما نحدد ايش هي الوظائف اليونيك جوبز اللي موجوده داخل الاورجنايزيشن، الاشياء اليونيك او الاشياء اللي صعب انه نحصل على موظف بسرعه في حال انه موظف ترك، موظف مرض، موظف صار معه اي ظرف سواء كان يعني intentionally او unintentionally. ايش هي الوظائف الحساسه داخل المؤسسه؟ هلا هي الوظائف الحساسه اذا بدنا ننجح لازم دائما يكون في عندنا بديل لكل شخص موجود، فلازم نحضر ناس. وكيف نحضر هذول الناس؟ من خلال عمليه الديفلوبمنت المختلفه. طبعا عمليات الديفلوبمنت in order to be successful لازم يكون في عندنا سبورت من التوب مانجمنت بالاورجنايزيشن عشان نعمل تريننج الديفلوبمنت. اكثر مواضيع خلافيه موجوده داخل الشركات دائما مواضيع التريننج اند ديفلوبمنت، موضوع اني ابرر ليش بدي اعطي موظفين معينين دوره معينه او بدي ابعت حدا لدوره معينه. واي الفاينانشال ريتيرن تبعها ما بيبين على الشورت ران، على الشورت ران ما في عندي فاينانشال ريتيرن. اللي بيبين عندنا انه ميزانيه التريننج والديفلوبمنت دائما بالاورجنايزيشن بيعتبروها من ضمن الكوست سنترز، من ضمن الاشياء اللي بتاخذ من البروفيتس اوف ذا اورجنايزيشن. هلا على الشورت ران، هلا المفروض انه على اللونج ران يكون في عندنا جاستيفيكيشن ليش احنا بدنا نعمل هيك وشو راح نستفيد منه على اللونج ران. وهي مشكله التريننج والديفلوبمنت، انه بالعاده النتائج تبعته ما بتبين الا بدها وقت طويل حتى تظهر بالاورجنايزيشن، وممكن تظهر وممكن ما تظهر، يني تندرج تحت التاسيت نولج، انه هذا الشخص انت بعته لدوره واجه مشكله معينه حلها بسبب انه كان موجود الدوره او مر عليه هذا الكيس بدوره او بترينينج معين وضلت ان هيز مايند ان ذا امبلوي مايند، ما نشرها لحدا اخر. هلا ان اوردر كمان تو بي سكسسفول ان ذا ديفلوبمنت لازم يكون عندنا عمليه مونيتورينج، عمليات الكنترول والمونيتورينج، يكون في عندنا ميكانيزمز معينه، ميكانيزمز معروفه للموظفين، ستاندردز معينه للموظفين كلنا ماشيين عليها از كنترول as monitoring and control to ensure that our employees are going in the right direction or to deduct what kind of things that they need to improve. واحدة من الأشياء اللي tools اللي تستخدم بالمؤسسات in order to monitor عمليات الديفلوبمنت inside the organization اللي عملية الإيفاليويشن أو الأبريزر اللي بنعمله كل سنة بالمؤسسات، كل ست أشهر أو كل سنة بنعمل أبريزر. ابريزر ريبورت لازم يكون موجود عليه الموظف، مكتوب عليه انه وات الاشياء اللي هو وات هي ثينك ذات هي نيد، والسوبرفايزر تبعك بكتب وات هي ثينك ذات هي نيد، وكل سنه لازم نراجع هذا نراجع نعمل فيدباك ونراجع ايش اللي حققناه خلال السنه الماضيه وايش اللي لسه ما تحقق وكيف احنا ممكن نحققه. طبعا من اشهر نماذج الابريزر اكثرها فائده حاليا اللي هو بنسميه اللي هو 360 فيدباك. سمعتوا فيه 360 ديجري؟ حدا بيستخدمه؟ نو ما سمعت فيه. 360 درجه بالعربي بسموه هذا الابريزر 360 درجه، انه بيكون دكتور من كل الجهات، يعني بيعملوا تقييم من الزملاء ومن المدير ومن الاوتسايد ستيك هولدرز اذا بيتعامل مع عملاء خارجيين للشركه. تمام، هذا هو ايش؟ هذا اللي بنسميه احنا 360 ديجريز. يعني انت موظف بتقيم نفسك اولا، بيقيمك الدايركت سوبرفايزر اللي موجود عندك، تتناقش انت وياه كمان على التقييم تبعك، بيكون في تقييم علامه معينه من التقييم. طبعا كل شيء له وزن، في اوزان معينه مش كلهم نفس الوزن،
في لك وزن تتقيم من زملائك اللي بتتعامل معهم بالديبارتمنت اللي انت موجود فيها، في كمان علامه اخرى من زملائك اللي بالديبارتمنتس الاخرى اللي بتعاملوا مع هالديبارتمنت اللي انت موجود فيها. واذا كنت زي ما زميلكم حكى لك علاقه بالكستمرز او بالشير هولدرز بالاورجنايزيشن او بالكستمرز، كمان هذول لهم جزء بيقيموك، لهم جزء بالتقييم. لذلك هذا مسمينه 360 degrees، من كل الجهات انت بتتقيم من كل الجهات. وبالتالي بعد ما تنتهي عمليه التقييم المفروض نطلع بايش؟ نطلع كونكلوجن عنك، ايش الشغلات اللي انت قوي، ايش الشغلات اللي انت ضعيف، وين ممكن نطورك احنا فيها، وين ممكن انت تتطور في جهه معينه من جهات الابريزل. اني كويستشن على اول تو اكتيفيتيز؟ لاحظ هلا حكينا عن ايش الاكتيفيتي تبع الاتراكتنج، اتراكتنج التالنتس او اتراكتنج هيومن كابيتال، ونمبر 2 اللي هي ديفلوبنج هيومن كابيتال. اني كويستشن عليهم قبل ما ننتقل ل الاكتيفيتي الثالث اللي هو الريتنشن؟ نو. هلا لاحظ انه على ايش؟ هاو تو ريتين هيومن كابيتال انسايد ذا اورجنايزيشن، يعني كيف انه انت ممكن تعمل طرق، شيء الطرق الابروتشز المختلفه اللي انا ممكن استخدمها داخل مؤسستي ان اوردر تو بريفنت ماي امبلويز اللي هم ماي كابيتال، هلا بدي اطلع عليهم كابيتال، ماي كابيتال، ماي انتنجبل كابيتال، كيف امنع هذا الموظفين انهم ينتقلوا لشركات اخرى كاشخاص، وكيف امنعهم هذول الاشخاص انهم ينتقلوا للشركات وينقلوا المعلومات اللي موجوده عندي داخل الشركه، معلوماتي الخاصه والعامه ينقلوها لشركات اخرى. هلا من الاشياء اللي ممكن تعملنا ريتنشن للامبلويز الانفولفمنت، اللي هي النقطه الاولى اللي بتخلينا to help employees to identify with organization mission and values. باختصار هاي النقطة كلها باختصار نقدر نحكي عنها involvement. كل ما أنا عملت الموظفين اللي عندي involved in my business، بمعنى they are involved in my planning, involved in putting the objective for their self, for their department, involved in putting the goals for the organization, involved in achieving the objectives of the organization، هذا الشيء رح يعطي إيش؟ راح يعطي الموظف good indication that he's a valuable asset inside the organization. هذا الشيء راح يخليه ظل موجود، البوزيشن البرستيج اللي انت بتعطيه لهالموظف اللي موجود داخل الشركه. نمبر 2 دكتور، we can say orientation؟ لا for employees بتعدل orientation. هذا الاورينتيشن مره واحده لما احنا ايش؟ لما احنا نجيب حدا جديد ونعطيه orientation، نعرفه على ايش بيسموه، نعرفه على الشركه، القوانين، الانظمه، طبيعه الجاب، مين اللي بده يتعامل معهم، الاورينتيشن لمره واحده. لكن لما نحكي عن انفولفمنت، ايش معنى الانفولفمنت؟ اتس ا كونتينيو، اتس ا كونتينيوس، يعني هذا الموظف ببطل يحس انه، يعني بدك توصل الموظف يبطل يحس انه انا موظف داخل الشركه، يصير احساس الموظف انه هي اون ذا كمباني، هيز ا بارتنر ان ذا كمباني، هذا معنى انه يكون الشخص انفولف. تمام؟ ولا عشان يكون انفولف الشخص، يعني هذا مش موضوعنا، هلا نوردر لهذا الشخص انه يكون انفولف. طبعا اول شيء لازم يكون الشخص موتيفيتد، يكون الشخص موتيفيتد سواء كان عنده انترنسيك موتيفيشن او اكسترنسيك موتيفيشن، اما شخص يكون عنده محفز، هو داخليا عنده تحفيز داخلي مش لازم حدا يحفزه، او انت عملت له برامج معينه حتى تحفز هذا الشخص. هلا بعد انه شخص يكون عندك موتيفيتد بنتقل لمرحلة ثانية، بصير كوميتد، بصير ملتزم، عنده التزام أدبي وأخلاقي وعنده التزام بالجاب اللي هو موجود فيها، رايت؟ وعنده التزام للمؤسسة، والتزام مع زملائه، والتزام مع السوبرفايزر اللي هو موجود فيه، والتزام مع كل الأفراد الموجودين بالمؤسسة. هلا أعلى مراحل الالتزام إنه هذا الشخص يكون انفولف، هيك بيكون إيش؟ شخص دايناميك موجود بكل المؤسسة، بهمه كل شيء بالمؤسسة، يعني إذا شاف غلط بأي مكان he's willing to correct it. He's willing to talk about it, to discuss it. Whether كان شغله ولا ما كان شغله، كان يعني من مهامه ولا ما كان من مهامه. تمام؟ تمام. هلا هذا الشيء كمان in order to retain employees لازم كمان انه احنا always try to provide challenging work and stimulating environment. نعطي بيئة عمل good working environment للإمبلويز، وبنفس الوقت تكون البيئة اللي احنا من طبيعة الأعمال اللي احنا بنصممها للموظفين تكون challenging. ما يكون فيها اشياء روتينيه، الروتين بملل، رايت؟ الشيء اللي بيخليك تشتغل دائما انه يكون في عندك تشالنج. ما
بس بشرط انه دائما ايش؟ ما يكون التشالنج عالي، صعب صعب انه يتحقق او مستحيل انه يتحقق. تفضلي. ما في شيء، بقول لك صحيح دكتور. هلا كمان عندنا اشياء كمان تو ريتين ذا امبلويز، نيجي على الاشياء المهمه اللي حاطين لها اخر شيء رايت. يعني انا ما راح انا ما راح تخليني فعليا اعمل لي كل شيء موجود تشالنجينج وجود انفايرمنت واستشيرني بكل شيء وشاركني بكل الخطط اللي موجوده داخل الشركه، لكن بالنهايه ما راح تقدر تعمل لي ريتنشن انسايد ذا اورجنايزيشن الا اذا كان في عندي فاينانشال ونون فاينانشال ريوردز، وانا بشوف انها على الاقل زي اي حدا موجود بالماركت او بالفيلد اللي انا موجود فيه او انا افضل منه. تمام؟ وبعض الايش؟ بركز لنا بيحكي لنا money is not the most important reason why people take or leave jobs، وهذا الشيء ممكن يكون صحيح في فتره معينه، بيكون صحيح انه الفلوس مش لوحدها، الراتب الشهري مش هو السبب اللي بيخليك تضلك بوظيفه معينه او بيخليك تترك وظيفه معينه، في other non financial incentives لازم نراعيها داخل المؤسسه اللي هي منها ايش؟ عمليات التريننج المختلفه، علاقتك مع المانجمنت، كيف بتعامل معك البوس، عمليات الريكوجنيشن المختلفه للموظف داخل الشركه، مراعاه حياته الخاصه او حياته العائليه while he working inside the organization، مراعاه داخل الاورجنايزيشن انه هذا الموظف مثل ما انت بدك تحقق كومبتيتيف ادفانتج للاورجنايزيشن، هذا الموظف بتطلع انه للجروث فور هيز اور هير اون بيرسونال جروث، انه احنا لازم نحافظ على هذا الشيء، هذا الموظف هو كمان بده يتطور، فاذا حس انه ما بتطور ممكن يترك الشغل مهما كان راتبه عالي. تمام؟ اني اضافات اني ثينج ايلس دكتور حاجة. انا كنت بدي احكي انه في شركات بعطوا موظفينهم اسهم بالشركه نفسها، فهيك بيضلوا يعني كمان هم ريوردد، بصيروا يعني يهتموا في مصلحه الشركه مش بس في مصلحتهم هم. يس، لانه بصير هيك باي الحاله بصير فعليا هو عباره عن واحد من الشير هولدرز، فاذا ربحت الشركه معناته الاسهم تبعته راح يطلع قيمتها، او الارباح اللي راح تجي اخر السنه على الاسهم راح تجي ارباح اكثر، فبالتالي بيكون في عنده حرص اكثر على الشركه اللي هو موجود فيها، حرص على حتى الشركه انه ما يضيع اي شيء او ما يخرب اي شيء داخل الشركه، ولا يسمع لاي حدا موجود انه يخرب او يعمل ويست بطريقه مش صحيحه داخل الاورجنايزيشن. لو سمحت دكتور، هلا الانفستمنت ان ذا امبلوي از يو سيد انه بده يكون موضوع فيه له سقف معين ولا الاوبن بده يكون في الطريقه هاي؟ ولا لازم له حسبته؟ ما في شيء ما له سقف، المفروض انه يكون له سقف معين. هلا لاحظ انه الشركات يعني هلا كثير انا هاي الشغلات يعني اغلبها بدرسها بماده الاتش ار استراتيجيك اتش ار. هلا كمان الشركات عندهم احيانا بيكون عنده ميزانيه انه يدرب موظف معين او يبعثه على دوره معينه حتى يطور موظف معين، وعندهم ميزانيه كافيه انه يبعث موظف معين والموظف بيطلب دوره معينه، لكن المفاجاه انك بتشوف ايش؟ انه الشركه ما بتودي، بترفض انه تودي، بيرفضوا انه يبعثوه. بتعتقد ليش؟ مع انه بيكون موظف جود امبلويز هم بدهم اياه داخل الشركه، يعني ما عندهم مشكله مع هذا الموظف. واحد من الاسباب السبب المهم انه ليش ما بودوا هذا الموظف لدوره ثانيه؟ ممكن انه السعر الدوره او التكاليف الدوره او العائد المادي بعد للموظف بعد ما ياخذ الدوره مش مناسب. يعني خلينا نحكي التكاليف، حكيت لك جزء انه ايش؟ انه موجوده التكاليف، قادرين انه يغطوا التكاليف. ممكن يكون عندهم باد اكسبيرينس انه صار معهم هيك والامبلوي ترك يعني او شيء زي هيك، صار كثير كوست عليهم. تمام، بس كيف الكوست اللي عليهم صارت؟ هاي دراسات صارت، يعني ليش قدروا بيرفضوا تدريب في دورات متخصصة مثلا أو دورات يونيك، بيرفضوا لأشخاص معينين أو في أوقات معينة بيرفضوها التوب مانجمنت؟ واي أنت موظف ما في بنفيتس، ما في بنفيتس للدورة هاي خلال الشغل؟ لا لا، في بنفيت، راح يكون في بنفيت، لكن هم بيعملوها كوست بنفيت بطريقة ثانية، بيطلع الكوست اللي عليهم أكثر من البنفيتس اللي ممكن تحصل عليها الشركة فروم استراتيجيك بوينت اوف فيو. كيف؟ انه هذا الموظف بس يصير رايح على دوره ودوره متميزه ويصير هو بس ثلاث بالاردن ماخذين هاي الدوره، مزبوط؟ مش في اشياء زي هيك ثلاث ولا خمسه ماخذين هاي الدوره؟ صحيح. هلا هذا الموظف بس يرجع من التريننج، اول اشهر انت دفعت له ثمن التريننج، اول اشهر شو بيكون الموظف؟ مبسوط من الشركه وسعيد جدا انه الشركه يعني فخور بشركته انه بعثته على التريننج، ايش بيصير فيه بعد ثلاث اشهر ست اشهر؟
يصير يدور على شركة ثانية، يصير يدور على راتب أعلى. بالضبط هذا اللي أنا بحكي فيه. يصير يطلب منك راتب أعلى، إذا ما كان أنت، إذا ما كنت أنت بتقدر ترفع راتب هذا الموظف، أو كان هذا الموظف إذا أنت بدك ترفع راتبه معناته بدك ترفع رواتب الموظفين الموجودين بالشركة كاملة، رح يصير كوست عالي. بالتالي إيش رح يصير عندك؟ رح يصير عندك مشكلة. فالإيش اللي أنت عملته عشان تعمل ريتنشن للإمبلويز كان السبب إنه الموظفين تبعونك رح جود إمبلويز رح يتركوا الشركة. لذلك بتشوف الشركات إنه إيش؟ بيحكي لك إنه ما إلي دخل بدورة معينة، إذا بدك تروح تاخذها خذها لحالك يعني. ادفع ثمنها لوحدك، بس إحنا تكونوا معتمدين إنه أنت ما عندك فاينانشال كابابيلتيز إنك تاخذ هاي الدورة. هلا الحل اللي وجدوه الشركات هلا عشان يستفيدوا إنه صار يوقعوا على عقد. بعد دورات معينة، إذا بعتتك شركة على دورة معينة وقعوا عقد إنه ممنوع تطلع من الشركة، أتليست لازم تشتغل معهم بعد ما تخلص الدورة هاي، لازم بيلزموك بعقد مثلا لمدة 5 سنوات، وإذا طلعت قبل ال5 سنوات بتدفع شرط جزائي. هذا بنشوفه كمان صار موجود في العقود ومقبول عند الناس، لأنه أنا بتبعتك دورة بتفقوا وياه إنه ما في زيادة راتب إنه مقابل هاي الدورة، لكن بدك تلتزم معي سنتين، سنة، سنتين، ثلاث، حتى على الأقل هم يرجعوا العائد اللي يصير عندهم عائد من التدريب اللي بعثوا لك، اللي بعثوك عليه. وهذا بالنهاية حتى هذا السبب مش من الأشياء اللي محببة إنك تعملها، لأنه الموظف راح يصير عنده إيش نسميه ساور تيست، أول ما يخلص فترة الالتزام تبعته بيطلع من الشركة، حتى لو بروح على شركة بتعطيك سيم سالري بيطلع منهم، لأنه بحس إنه أجبر إنه يظل داخل الشركة طول هذا الوقت. واضح دكتور سيدي؟ واضح. تلاحظ انه هاي الاشياء اللي انت بدك تطلع عليها بتدرس بماده استراتيجيك مانجمنت، رايت؟ شو الفرق بينها وبين اي ماده سابقه درستها؟ درست الريتنشن ودرست التريننج والديفلوبمنت ودرست عمليه الهايرنج او عمليه الاتراكت. انت بدك تفكر بالاستراتيجيك مانجمنت على ايش دائما؟ دائما بيكون على المدى الطويل، بيكون على المدى البعيد. يعني دربتك، اوكي بحب اني اعمل تدريب، بس قبل ما اقترح التدريب لازم اشوف النتائج تبعت التدريب هي على اللونج ران، مش بس النتائج على المؤسسه، كمان النتائج على الافراد، ولازم ادخل بالجانب المالي. بس انا ادربك واعطيك دوره دورتين ثلاثه رح تضلك قبلان ب 300 دينار اللي بعطيك اياهم؟ لا، لانه في غيري رح يدفع لك، صار عندك سي في عليها دورات، في غيري رح يدفع لك 500 او 600. هل فعليا يعني الموضوع بيكون لوجيكال راشنال اني انا ادربك واعطيك الدورات وتروح تنتقل على المنافس تبعي تصير تنافسني انت كمان يعني بفلوسي وتنافسني بعدين؟ اعطيك جاهز لحدا ثاني؟ اكيد لا، اكيد لا. هذا الاشياء اللي انت بدك تفكر فيها دائما from strategic point of view، حتى لما تطلع تفسر شيء تقبل شيء او ترفضه وانت مدير، هذا الاشياء اللي لازم انت تفكر فيها. تبلش تفكر في اشياء على الشورت ران، في اشياء على اللونج ران. فكر عنصر الريتنشن للهيومن كابيتال مهم جدا، هذا فاليو للاورجنايزيشن، فاليو للاورجنايزيشن. ما لازم انت تسمح فيه انه يور جود امبلويز يطلعوا من المؤسسه اللي انت موجود بداخلها، هروب الناس من داخل المؤسسه اللي انت موجود بداخلها. تمام. هلا من العناصر اللي بتندرج تحت الهيومن كابيتال للمحافظه على الريتنشن للامبلويز، كمان من الاشياء اللي احنا بنستخدمها، الفوائد اللي احنا الاشياء اللي بنستخدمها in order to develop and train employees، and الطرق اللي احنا بنستخدمها to attract good employees، لازم يكون عندنا شيء اللي بنسميه sound management، يكون عندنا logical management. people يفكروا دائما how to manage the organization and to improve it in an effective and efficient way حتى يقدروا يحققوا كمبتيتيف ادفانتج. ولاحظ من خلال هاي الثلاث عمليات اللي حكينا عنهم، الانترديبندنت 3 انترديبندنت اكتيفيتيز، اذا تعاملنا معهم بالشكل الصحيح هذا ايش راح يعطينا؟ لاور كوست، راح يكون تكلفه جذب العمال والمحافظه عليهم وتدريبهم راح يكلفنا كوست اقل داخل الاورجنايزيشن. لاحظ انه الكوست اقل، الكوست معناته انه الارباح تبعتي راح تكون اعلى، راح يعطيني بيتر ريبيوتيشن leading to resource acquisition. Better reputation، سمعتك جيدة، كيف ممكن تحصل على acquisition ل new resources؟ سمعتك بالماركت، اسمك بالماركت، اسم المؤسسة، كل ما كان اسم المؤسسة good، عندك good name بالماركت، هذا بعطيك ايش؟
ability to get loans من البنوك اللي موجوده على الاقل، يعني من البنوك اللي موجوده يعطيك لونز، مش بس يعطيك لون، ويعطيك لون بلو انترست ريت كمان. هذا ايش بعطيك؟ بعطيك عمليات انترنال واكسترنال ماركتنج للامبلويز، للكلتشر اوف ذا اورجانيزيشن. بعطيك ability to always to be creative inside the organization إذا ركزت على موضوع ال diversity. طبعاً حكينا ال diversity، المقصود فيها هون ال diversity إيش؟ تشمل أشياء كثيرة ال diversity، مش بس الجنس والجنسية. ممكن تحكي فيها على diversity من ناحية ذكر وأنثى بالتوظيف داخل المؤسسة، ممكن تحكي على diversity الناس اللي بيجوا من مناطق مختلفة داخل ال country الواحد، السين اللي هو ال country الواحد. زي انا مؤسستي بعمان، الناس اللي بيشتغلوا معي من اي محافظات او من اي اماكن. كمان الايج دايفرسيتي كمان تطلع عليه بالايج، بالايج انه تحرص دائما يكون عندك موظفين صغار بالعمر، موظفين كبار بالعمر، موظفين عندهم اكسبيرينس بالشركه، عندك بوث تايب اوف بوث تايبس اوف امبلويز. هذا الشيء راح يعطيك بيتر بروبلم سولفنج، كثير سوليوشنز راح تكون عندك، وراح يعطيك اكثر كمان ايش راح يعطيك فلكسبيليتي انسايد organization. يعني اهداف كثيره او فوائد كثيره احنا ممكن نحققها من خلال عمليه الاداره الصحيحه لل 3 interdependent activities لتكوين فاليو، او انه نحصل على فاليو عاليه من الهيومن كابيتال انسايد اور organization. Any questions so far? نو على تفضل عندك شيء؟ لا ما في شيء. طيب لا ما في شيء. الجزء الثاني بيحكي لنا على ايش، كيف احنا نعمل فاليو السوشيال كابيتال، اللي هي السوشيال كابيتال اللي ايش حكينا عنها. السوشيال كابيتال باختصار لما انا اطلع على السوشيال كابيتال، الهيومن كابيتال جزء من السوشيال كابيتال، لكن نحط الهيومن كابيتال على جهه انه حكينا عنها لوحدها، يعني حكينا عنها بشكل منفصل منفرد لوحده. هلا الجزء اللي بنعني فيه بالسوشيال كابيتال بهذا التشابتر بهذا الكتاب بيعني لنا النتوركينج، ار نتوركينج، علاقتنا النتوركينج والريليشن شيبس اللي لازم تتوافر بين ار انديفيدجوالز انسايد ذا اورجانيزيشن واذر انديفيدجوالز في اذر فيرمز ان ان ذا ماركت اور ان ذا فيلد. بنحب المفروض انه يكون عندنا انتر اكشن، يكون عندنا علاقات لموظفينا مع موظفين اخرين. السبب اللي سالتكم عنه وحكيت لك ليش لما حكينا عن التاسيت نالج، كثير من الموظفين ممكن يحصل لك على معلومات فور فري، بدل ما انت تعمل عليها ريسيرش وانفستيجيشن تحصل على معلومه فري عن يور كومبيتيتورز. من وين؟ من موظفينك نفسهم، والموظفين يكونوا سمعوها من وين؟ سمعوها من اصدقائهم الموجودين بالشركات الشركات المنافسه. فلاحظ انه هذا الايش اول شغله بنستفيدها من عمليات النتوركينج والريليشن شيبس، انه ممكن الموظفين اللي عندنا ايش يقترحوا لنا دائما، يقترحوا لنا كانديديتس، جوب كانديديتس، مرشحين لوظائف تكون موجوده عندنا. ممكن يجيبوا لنا تالنت من اذر اورجانيزيشن احنا ما من الممكن انه احنا نعرف عنهم، وحتى لو اعلنا عن وظيفه ممكن هذول الناس ما يقدموا عليها بسبب انه بيكونوا سعيدين في الاماكن اللي هم بيشتغلوا فيها. لكن اذا كان في حدا من الامبلويز اللي عندنا مجموعه عندهم جود ريليشن شيب مع هذا التالنتد امبلوي اللي موجود مع الكومبيتيتورز، ممكن هم يكونوا عامل جذب لهذا الامبلوي انسايد الانسايد ار اورجانيزيشن. طبعا هون حاكين عن ايش؟ حاكين عن العمليات النتوركينجز المختلفه اللي هي بسميها النودز. لاحظ النودز مخلينا على ميري، موظفة عندنا اسمها ميري. لاحظ هاي الميري، ميري بتعرف بيل وبتعرف جورج وبتعرف فرانك وبتعرف سوزان، رايت؟ ولا سوزان ولا سوزان، بتعرف هذول الواحد اثنين ثلاث اربع اشخاص. لكن لاحظ من خلال معرفتها بجورج، جورج كمان له علاقات مع ناس، مع نود اخرى، جورج اصدقاء جورج. فلاحظ انه كيف تتكون النتورك او السوشيال نتورك، انه صديق صديقك هو صديقك، رايت؟ شكل نحكيها بالعربي؟ يس يس. فلاحظ انه انت علاقتك مع جورج بتفتح لك، من خلال لقائك مع جورج ممكن تتقابل مع هذا اللي موجود عندنا على هالنود A،
ولاحظ انه ايه بتطور، كل واحد عنده علاقات مع جورج وعنده علاقات مع ناس اخرين، لكن الرابط بينهم لاحظ مين؟ ميري. اذا كانت ميري بتشتغل داخل هاي المؤسسة معناته ميري هاي بتكون ايش؟ حدا مهم جدا لنا، خاصة اذا كانوا بيل وفرانك وسوزان وجورج ناس بيشتغلوا بشركات منافسة يعني. تفضل. عفوا دكتور، هاي اخذناها في ال 205 اي النتوركس والنيو تايز واللي بتعمل روابط جديده بين النتوركس. صحيح، هذا اخذناه بالتفصيل هناك 205، اخذناه بالتفصيل انه شو هي العلاقات المفيده لك وشو هي العلاقات اللي انت تحرص عليها وشو العلاقات اللي تطورها وشو العلاقات اللي ما تطورها، لكن موضوع مهم جدا السبب الاهميه النتورك. لاحظ انه هذا انه لما يكون في عندي جود نتوركينج جود سوشيال نتوركينج، يعني اعد انه المؤسسه اللي عندي سوشيال كابيتال انسايد ذا اورجانيزيشن، في عندي كونفين نيدد ريسورسز، ممكن تحصل على ريسورسز مختلفه من خلال الطريقه انفورمال، تحصل على ريسورسز مختلفه بطريقه انفورمال، ممكن تحصل على انفورميشن وسبورت من الناس الاخرين. طريقة التعامل لما يكون عندك صداقة بين الموظفين الموجودين بالشركات المختلفة اللي موجودين بنفس القطاع، تتحول العلاقة من بينهم من علاقة وور، علاقة حرب، لعلاقة كولابوريشن. فبصير عندنا ايش؟ بصير عندنا تعامل بطريقة بوزيتيف، ما بندور انه احنا بندور نتعاون مع بعض او نتعاون في قوة عشان نتعاون مع بعض in order to achieve things for the organization. بعدين عندنا شو كمان؟ عندنا عمليه التراست، انه بنصير احنا وي تراست ايتش اذر انسايد ذا اورجانيزيشن رايت اند ان بتوين اور اورجانيزيشن. بس دقيقه واحده. هذا السوشيال نتورك اناليسز ما رح ندخل فيه بصراحة هون، خارج موضوعنا. فاللي درس فيه 205 بنكون حكينا عنه هناك، اللي ما درسها برجع يدرسه هناك. هلا بالوقت الحاضر اقرأوها بس يعني مجرد قراءة. هذه عملية الامبليكيشن او شو نستفيد من السوشيال نتوركينج ان ار كارير سكسس. ما بيختلف عن النقاط السابقه، اهم انه احنا بنقدر نحصل على برايفت انفورميشن او على تاسيت نوليدج من المؤسسات الاخرى. ممكن يكون في عندنا اكسسبيليتي على دايفرس سكيل سيتس تريد انفورميشن، وهي عباره عن نوع المعرفه او معرفتك بالاشخاص علاقاتك هي عباره عن باور، access to power. كل ما كانت علاقاتك قوية فهذا بيزيد الباور اللي موجودة عندك داخل المؤسسة. هلا شو بعض المساوئ للسوشيال نتوركينج، للسوشيال كابيتال، للسوشيال نتوركينج؟ بعض المساوئ اللي موجود اللي ممكن تنتج عندنا وممكن تكون هاي بسببها انه يصير في عندنا مشكلة بالقطاع كامل، مش بس بمؤسستك اللي انت بتشتغل فيها، ممكن هاي مشكلة تصير على يعني على مستوى القطاع اللي احنا موجود فيه. في عندنا اول واهم مشكله الجروب ثينك. حدا مر عليه هاي المشكله الجروب ثينك؟ ايش يعني بيعني الجروب ثينك؟ ايش بيعني؟ يعني لما بيجتمعوا مع بعض، لما بيجتمعوا مع بعض الموظفين كيف ممكن ياثروا على بعض يعني. اوكي، بس شو نوع التاثير في هاي الحاله؟ يعني شو التاثير اللي بنقصده؟ هلا بيكون امبليكيشن ممكن يكون سلبي، انهم مثلا بحرضوا او بصير في يعني انه عدم الرضا مثلا طرف على اخر فبياثروا على بعض، انه فبصير في انه دس سموها عدم رضا، يعني عدم رضا وعدم قبول لمركزي. ممكن كمان ينقلوا المعلومات لبرا الشركه، يعني معلومات مهمة ممكن تنتقل لبرا الشركة.
هذا شيء سلبي طبعا للجروب ثينكينج اللي هو لما كثير الناس يجتمعوا مع بعض لاقوا اشياء ضد مصلحه المؤسسات اللي هم موجودين فيها، وتلاقي انه الناس موجودين يتوحدوا على اراء، والاراء هاي تكون نيجاتيف بالنسبه للادارات المختلفه بالمؤسسات المختلفه. طب مثال عليها الجروب ثينكينج مثلا هلا اللي احنا مثلا مارين فيه باخر سنتين، اجتماع المعلمين. ليش الحكومه ما بدها نقابه المعلمين؟ ليش؟ لانه كلهم ممكن يسببوا ضغط على الحكومه، ويعني ممكن يعملوا ضغط اضراب. مش عملوا اضراب، وصلوا لمرحله انه عملوا اضراب كمان. صحيح مزبوط. صحيح. بعد لو تركت كل معلم لحاله، كل حدا فيهم كان يتدمر لوحده، او يعني dissatisfied من الاوضاع الشخصيه تبعته، لكن لوحده في مدرسه معينه في مكان في محافظه معينه مدينه معينه كان شخص يعني منغلق على نفسه راي ما بشكل خطوره يعني في مثل التجمع. النقابه ايش صارت؟ النقابه بثوا كل شيء سلبي موجود، ايجابي ولا سلبي بثوا، هي حقوق بالاخر يعني. انا مش ضد المعلمين. صحيح صحيح. انا لست ضد يعني شخص اي هذا مسجل يعني، مش ضد المعلمين، مع المعلمين. بس هي قوة ضاغطة طلعت. نعم، صاروا قوة ضاغطة، وبالتالي هذا اللي بنقصد فيه الجروب تين، صاروا كلهم يفكروا بنفس الطريقة وكلهم عندهم نفس المطالب، فبالتالي ضغطوا على كل. لاحظ انه مين المسؤول عن المدارس الحكومية هون؟ مسؤول عنها مين؟ مسؤول عنها الحكومة، فضغطوا على الحكومة. سيم ثينج لما يكون عندنا نقابات معينة، عشان هيك بتشوف المحاربة للنقابات واتحادات العمال باستمرار، بيحاولوا انه يتحاربوا، ما بدهم حدا يكون موجود فيه. يعني انا بشكل نقطة قوة، نقطة قوة، بصيروا نقطة قوة ضاغطة، بحققوا اهداف للاشخاص الموجود بسبب الجروب ثاني، بصيروا يفكروا بطريقة معينة لمصلحتهم اكثر، وعندهم باور. لاحظوا انه مش حكينا عنه واحدة من الفوائد انه بصير عندك باور. مثلا تتذكروا اذا حدا فيه قديم زي هيك، تذكروا نقابة المهندسين بالزمانات. يس نقابة المهندسين بالاردن. يس يس. وضاغطة. واي كانت قوة ضاغطة؟ لأنها كانت فعالة جدا، وكانوا يجتمعوا على قرارات تجبر الدولة إنها تمشي بمصلحتهم. كان في قوة بشرية، وكان في شروط، وكان في أنظمة. مثلا أنا أصلا مهندس، اللي على أيامي لما كنا نتخرج من كلية الهندسة أو تجيب شهادة هندسة من أي مكان في العالم، ممنوع تشتغل بأي شركة حكومة أو خاصة بالأردن إلا لازم تكون منتسب للنقابة. كان الانتساب اجباري على ايام، تروح تنتسب بالنقابه، بتاخذ هويه نقابه، وبتدفع العضويه، وبتلتزم مع النقابه، وبتروح تدور على شغل بعدين. تمام. هلا شو صار بعدين؟ بطل يعني اي تنك هذا الحكي بال99 بال2000 بطل هذا الموضوع اجباري. هلا صار حر، اذا انت بدك تنتسب انت حر، اذا ما بدك تنتسب انت حر كمان. سيم ثينج للاطباء، بسبب انه ايش صار في باور عاليه عند هذول الناس من السوشيال نتوركينج. يعني كانت نقابة المهندسين ببساطة ما حدا بيقدر يعمل لك شيء، إذا حكوا ما في شغل معناته ما في شغل، ما حدا يروح على الشغل، في إضراب زي المعلمين، ما حدا يروح على الشغل، ما حدا بيقدر يعمل لك شيء، سواء كنت بتشتغل بمؤسسة عامة أو مؤسسة خاصة. فهذا واحد من المساوئ اللي بنطلع عليها للسوشيال كابيتال لما نطلع عليها بالنيجاتيف، ومن مانجمنت بوينت فيو. كمان ممكن تعطينا ايش؟ ديسفانكشنال هيومن ريسورس براكتسز، ناس بيمارسوا عمل معين بطريقة غير صحيحة، البراكتس تبعتهم غير صحيحة، ممكن يعمموها على الأشخاص الآخرين، ويصير عندنا إيش؟ نكتشف بعدين إنه كامل الورك فورس اللي موجودين عندنا بيشتغلوا بطريقة خطأ، بسبب إنه أشخاص معينين اشتغلوا بروسس معينة بطريقة خطأ وزبطت معهم مرة من المرة. كمان بحكينا إنه لما يكون في عندي سوشيال نتورك كبيرة بيكون في عندي expensive socialization process، يعني عملية الorientation والtraining بتاخد وقت طويل وبتصير مكلفة. كمان بحكي لي كمان لما يكون عندي social capital كبيرة وعلاقات مختلفة للناس المختلفين، بصير في عندي distortion للinformation، أو بصير في عندي selective use for the information، يعني بصير بس يطرح المعلومات اللي بمصلحة الجروب، المعلومات اللي يعتقدوا أنها بمصلحة الجروب فقط، والمعلومات اللي مش في مصلحة الجروب ما بيعرضوها، ما بيناقشوا هاي المواضيع، أو بيحاولوا إنه يشوهوا الانفورميشن اللي موجودة بما يتلائم مع مصلحتهم الخاصة. يعني بتصير الجروب مصلحته مقدمة على مصلحة الشركة بكل الأحوال.
بصير هذا المهم عندنا، انه بصير عندي مهم عندي مصلحه، الولاء عندك بصير للجروب اكثر من ولاءك للشركه اللي انت موجود بداخلها. هذا بوقت العنصر الكوميتمنت واللويالتي، وما بيخليك تكون انفولف باعمال الشركه بقدر ما انت بتكون شخص تدور وين في اشياء خطا عشان تنتقدها مش عشان تصلحها يعني. هذا دكتور في حال ايش صار، تفضل دكتور، في حال هذا الاشي صار كيف ممكن نعالجه؟ اللي بتشتغل صار في ان صار عندنا جروب سيف، ايش يعني نعمل ديفايد اند كانكر يعني مثلا؟ لازم في طرق عشان تحله، يعني في طرق عشان تحله. بصير هذا دائما حتى بالشركات بالدوائر الصغيره بصير عندنا جروب ثينكينج. اذا انت كنت جنرال مانجر احسن حل من الحلول طبعا دائما الكوميونيكيشن، الاوبن كوميونيكيشن. بس الاوبن كوميونيكيشن ما بتكون مع كل الاعضاء اللي موجودين، انت لازم تدرس المجموعه اللي موجوده عندك اللي صار فيها هذا الجروب ثينكينج، تدرس هاي المجموعه وتشوف مين الشخص او الاشخاص المؤثرين بالمجموعه. هلا الشخص الاشخاص المؤثرين بالمجموعه المفروض انه هذول الاشخاص تفتح معهم اوبن ديالوج، اوبن كوميونيكيشن مبني على الاقناع. اذا قدرت تقنع هذا الشخص وصلت لقناعه انك تقنع هذا الشخص، هذا الشخص انت وياه بعد هيك تشتغلوا تغيروا المفاهيم الموجوده عند الجروب. الخطا اللي بيصير دائما بالمؤسسات ولا بالشركات انه بيجي الجنرال مانجر وبيجي ايش بده يعمل؟ اوبن ديالوج، او بده يعمل اوبن ديسكشن، بس مع مين بيعملها؟ بجيب كل الموظفين اللي عندهم جروب ثينك ببلش يحكي معهم. ما راح تغير شيء عندهم هيك، لانه هم عندهم مبدا معين او فكره معينه. حتى لو اقنعتهم وانت في جلسه معينه انهم غلط، ما في حدا مستعد يعترف انه غلط قدام زملائه، لانه بيبين انه تراجع عن المبادئ تبعت المجموعه. يعني بسقط من نظر المجموعه. فافضل طرق دائما انك ايش تعمل؟ تشوف مين الشخص المؤثر؟ مين هالليدر بالجروب؟ مين الشخص المؤثر عندهم المحرك لهالعمليه؟ تجلس مع هذا الشخص، تتناقش انت وياه، تقنع هذا الشخص. في تنازلات من عندك، تنازلات من عنده، بالنهايه بصير انت وهذا الشخص تشتغلوا على تغيير الجروب ثينكينج للجروب بشكل كامل. شكرا دكتور. هاي الطريقه العلميه الصحيحه، رايت؟ الطريقه العربيه ايش بيعملوا؟ بقطع صحيح. الطريقه ايش بتقول؟ بروح الليدر تبع الجروب. هاي وحده. بروح الليدر تبع الجروب. لسبب او لاخر ما يقدر يروح الليدر تبع الجروب. بقمعوها بقسم عليهم كلهم. لا، بيعمل اسفين بينهم، يعني بيجيب لك واحد ما له دخل بالدنيا جديد، بتلاقيه سلموا منصب داخل الديبارتمنت، تعدى فيه على الاكسبيرينس وتعدى فيه على كل شيء، فبتنقلب المشكله لايش؟ ليش حطيتوا هذا الشخص؟ او بيجيبوا لك حدا، دائما بيكون في حدا مخبر صغير بيكون داخل الديبارتمنت ولا داخل المؤسسه، بيعملوا اسف. احنا هيك النظام العربي تبعنا، يعني عصفوره دكتور، الإدارة العربية، ما في نظريات عربية لحالها يعني. أيوة العصفورة. أي النظريات لازم إحنا نكتبها عشان نضيفها لعلم الإدارة، يعني النظريات العربية بالإدارة، عندنا نظريات رهيبة بالإدارة إحنا. تجربة يعني بالعربية. مش موجودة بالكتب اللي إحنا درسناها يعني. يس. حقق أهداف طبعًا على الشورت ران وعلى اللونج ران. تمام؟ تمام. هلا عندنا موضوع بسيط بيحكي لنا عن استخدام التكنولوجيا. طبعا ما في حدا عندنا هلا صار عنده شك انه احنا التكنولوجيا اثرها كبير دائما، واثرها اللي موجود يعني اثر عظيم جدا على عمليات النوليدج شيرنج وعمليه الانفورميشن اكستشينج ثرو ذا اورجانيزيشن وعمليه الحصول على المعلومات. فيعني هذا الجزء جزء عماله بيحكينا زي انا متطلع عليه انه زي عباره عن انشاء، جزء انشائي فقط باللي احنا شايفينه، يعني انه اهميه التكنولوجيا، انه التكنولوجيا بتساعدنا بشيرنج ذا انفور شيرنج النولج والانفورميشن ثرو ذا اورجانيزيشن، بتمكننا من عمليات ديفلوبمنت للهيومنز للبرودكتس وللسيرفيسز، وانه التكنولوجيا دائما فيها نيو اوبورتونيتيز. لازم نطلع على شو هالنيو اوبورتونيتيز اللي احنا ممكن نستخدمها او نستخدم التكنولوجيا من اجلها لتحقيق المزيد من الكومبتيتيف ادفانتجز للاورجنايزيشن. وطبعا التكنولوجيا استخدامها مش فقط داخل الاورجنايزيشن، كمان مع الكاستمرز ومع السبلايرز ومع الشير هولدرز المختلفين داخل الاورجنايزيشن. وباستخدام التكنولوجيا بحكي لنا انه ايش؟ انه صار بامكاننا انه احنا نعمل اللي بنسميها ايش؟ الفيرتشوال تيمز، بنسميها الكترونيك تيمز بهذا الكتاب، الاسم المتعارف عليه او المعروف هلا انه بنسميه الفيرتشوال تيمز.
فيرتشوال تيمز اللي هي عبارة عن تيمز اللي أشخاص مختلفين من بقاع جغرافية مختلفة، ممكن يكونوا different geography places، ممكن يجتمعوا مع بعض ويكونوا فريق عمل يشتغلوا فيه مع بعض. وهذا بحكي لنا انه ايش بيشيل لنا الكونسترينتس تبعت البليس وتبعت التايم لهال التيمز، وبنقدر نحصل على نتائج اعلى وبنوفر على المؤسسه ويسيف كوست على الاقل الكوست تبعت الترافلنجز والميتنجز للتيم انه يجتمعوا بمكان واحد. بعض التشالنجز او بعض الديس ادفانتجز للتيمز انه بحكي لنا انه طبعا في عندنا لو تراست تكون بالبداية، بيكون في low trust between the team member. في عنا lack of shared understanding، ممكن ياخذ وقت حتى يصير في عملية ال cohesion between the team members. ممكن يكون في عنا فروقات الزمن أو الفروقات بالوقت تشكل عائق. ممكن يكون اللغة، ممكن يكون التكنولوجي itself زي هلا السيستم اللي احنا بنستخدمه، أحيانا بنحكي صوت بقطع وأحيانا بنحكي مش سامعه، او احيانا انا غالبا مش شايفك فانا ما بعرفش الرياكشن تبعتك ايش بتكون. ممكن تكون تحكي لي اني انا اوكي وفاهم بس الرياكشن تبع هذا بالصوت بس انا مش شايفك عشان اتاكد من هذا الشيء. فهذا حرصنا انه دائما اذا بدنا كومبتيتيف ادفانتج وبدنا نعزز الهيومن كابيتال انسايد اورجانيزيشن انه نحرص دائما نوفر وسائل تكنولوجيه حديثة للمؤسسة اللي احنا موجودين بداخلها. Any question؟ هذا معطيني ايش؟ مش عارف مكانه خطأ. هذا معطيني الفروقات بين التاسيت نوليدج والاكسبليسيت نوليدج. طيب هلا بدي اسال سؤال، كيف بنحول الاكسبليسيت نوليدج؟ هذا بتقراوهم الديفرنسز لوحدكم، لكن السؤال اللي انا بدي اساله اذا انا عندي اكسبليسيت نوليدج، لاحظ عندي اكسبليسيت نوليدج، كيف ممكن احولها لتاسيت نوليدج؟ هل ممكن اني احولها لتاسيت نوليدج اول شيء؟ واذا ممكن كيف ممكن احولها لتاسيت نوليدج؟ حسب نوع النوليدج دكتور، يعني حسب نوع. في نوليدج ممكن احولها لتاسيت نوليدج، في نوليدج صعب اني احولها. خليني اوقف معك، النوليدج اللي انا ممكن احولها لتاسيت نوليدج ايش؟ كيف شو الطريقه اللي احنا بنعملها؟ كيف بنحول يعني مثلا 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 اذا عندي انا اكسبليسيت نوليدج عن الكاستمر وعن وضع السوق وعن متى مثلا انزل منتجات معينه متى اسحبها، ممكن احولها لتاسيت نوليدج واعملها دوكيومنتد واعملها شير مع التيم تبعي، يعني سيلز تيم مثلا اعملها شير مع التيم تبعك هيك ضلت اكسبليسيت. لازم دكتور نشير ما عملتها شير هيك ضلت اكسبليسيت النولج الموجوده، يعني اي حدا بيقدر يطلع عليه، اي حدا بيقراها بيفهمها. كيف ممكن احول شيء اكسبليسيت لشيء ما حدا يفهمه للي انا بدي اياه يفهمه؟ دكتور بنجيب اشخاص بننتقيهم ونعلمهم هذا الشيء ولازم يبطل دوكيومنتد. هلا دكتور بالنسبه ل تفضل الموضوع هذا انه انا يعني الانبوت وبطلع اوتبوت، بس هلا بروسس ان بتوين هاي بتكون از يعني سمثينج كونفيدنت، يعني كيف بدي احاول يعني كيف احاول، مش كيف احاول، كيف طريقه معينه طريقه عمليا اظل محافظ عليها افضل كونفيدنت من خلال البروسس. يعني تحافظ عليها قصدك انت دكتور وما حدش يطلع عليها؟ ايوه كيف احافظ عليها من إشي مبين للكل واضح للكل أنا أحوله لإشي تاسد. هلأ ممكن إنه ما أعطي كل عضو بالتيم كامل المعلومات، أعطيه جزء معين والكامل المعلومات تكون عندي أنا. طريقة من الطرق أو هي تكون privileges على السيستم، يعني مش الكل عنده نفس privileges. في إجابات أعطي privileges مختلفة، أشخاص معي صلاحيات مختلفة لكل شخص حسب المكان اللي هو فيه، إيش المعلومات اللي بيقدر يوصل لها. في طريقة حلوة، يعني طريقة حلوة بيستخدموها الشركات عشان يحولوا explicit knowledge لتاسيت knowledge. إيش هاي الطريقة؟ أنا شفت هاي الطريقة وين؟ شفتها بشركة فورد.
شركة فورد اللي هي شركة سيارات فورد، اشتغلت عنده. أنا اشتغلت عنده ما زين جنير. هلا إيش كانوا يعملوا هذول الناس عشان الإكسبلسيت نالج؟ كيف كانوا يحولون إياها لتاسيت نالج؟ ولا شركة من الشركات تعرف إحنا إيش حتى الزمن اللي إحنا بنستغرقه مثلاً داخل الورشة عشان نغير بركات سيارة، حتى الزمن هذا ما يعرفه، وما يعرفه كيف الطريقة البروسس اللي إحنا بنشتغل فيها إكزاكتلي، بروسس معينة كيف إحنا بنشتغل فيها ما يقدر حدا يعرفها من المنافسين. هلا أول شيء كنا نيجي على بروسس معينة، كانوا يحرصوا دائماً إنه هاي البروسس سواء كانت جديدة أو قديمة، إذا كانت قديمة معناته أنت بدك تكون موظف جديد، مهندس جديد بيعلموك إياه، تمام؟ وإذا كنت جديد راح يعلموك الشيء اللي هم بيعرفوه. هلا بس يخلص تخلص عملية التعليم يعلموك إياه بالتفصيل الممل، إيش كانوا يعملوا؟ كانوا يعملوا عملية كودن. يعملوا عملية كودن، حتى الكود إذا عمره حدا فيكم راح على سيارته ويفحصها على الجهاز اللي موجود بالشركات، شو الجهاز هذا بيطلع؟ حدا فيكم عمره شاف سيارته لما تروح تفحصها بالشركة شو بيطلع على الجهاز؟ بيطلع كودات. كود معين أنت بتشوفه. لا أنت بتعرف شو هذا الكود ولا لا ما بتفهم. بتعرف إيش هذا الكود من كثر عدد الكودز اللي موجودة. هو شو بيعمل بالآخر؟ بسجل الكود على ورقة، وين كان يروح بعدها؟ بيدخل على المكتب. إحنا هيك كنا نعمل. لاحظ كيف تحويل الإكسبلسيت لتاسيت؟ شيء معين كنا نعرفه، كلنا كنا نعرفه، بطلنا نسميه باسمه، صرنا نسميه بكود معين. هذا الكود كان ينحط بمانيوال معين. هلا المانيوال عشان احنا ندخل على هذا المانيوال، المانيوال كان له سي دي، كل سياره كل نوع سياره لها سي دي، كل نوع سياره بالسنه تبعتها لها كودز معينه بتختلف عن كود. يعني نفس السياره فورد مثلا اكسبلورر موديل 2001 لها كودز بتختلف عن ال 2002. فانت تروح تفتح السي دي تبع ال 2001 اذا السياره اللي فحصتها 2001 وتدور على الكود اللي طلع معك على الجهاز، تمام؟ هلا لما يطلع معك الكود اول ما تقرا الكود تفتح بيحكي لك المانيوال 5 مثلا صفحه 77، بتروح على صفحه 77 بتفتح بتلاقي هذا الكود. شو الكود هذا بشرح لك وراه؟ شو هو هذا الكود؟ الديسكريبشن اللي انت اشتغلت عليه بالسياره وشو لازم تعمل ومين لازم يشتغل فيه وقديش الوقت اللي لازم يستغرقه عشان يخلصه وقديش التكلفة الليبر كم ساعة، وبيحكي لك انه الساعات هاي بتضربها بالليبر قديش ساعة العمل اللي موجودة، واذا في بارك بيحكي لك تشك ما تبع البارك قديش حق قديش ثمن هاي البارك اللي موجود. طب دكتور معلش اسالك سؤال، طب هل انت بتحكي انه بتنعمل كودينج، طب بتضلها نفس ما هي المهارة نفسها محفوظة في العقل لانها هي بس كودينج بس بضل حافظها المهندس نفسه؟ تمام المهندس، بس انا المهندس لما كنت افحص يطلع معي 3 4 كودات اول مره ثاني مره على نوع واحد نوع اثنين ممكن اكون حافظ ايش هذا الكود رايت اذا تكرر كود كثير. صحيح، لكن 1000 كود مستحيل انا اعرفهم. يعني لو انتقلت من شركه فورد لشركه ثانيه لشركه شيفروليت مثلا رايت الكودز اللي عندها هذول غير الكودز اللي موجوده هون. يعني معناته انا ما راح يكون عندي نوليدج ولا اكسبيرينس، والنوليدج ما راح يكون شيء مخزن بمخي انه ايش شركه فورد بيعملوا بهذا الكود. ايوه كثر عدد فهيك بضمنوا انه ايش ظل عندهم النالج اللي هم كونوها مع الزمن الاكسبيرينس السكيلز للموظفين اللي عندهم تضل محفوظه مع الزمن داخل المؤسسه تبعكم داخل شركتكم. وضحت؟ تمام دكتور. يس شوفوا احنا دوائر معينه بتوين الناس اللي بيشتغلوا بالبروجرامينج بالاكاونتنج بتشوفهم مرات بيحكوا بالشفره، حتى وانت بتشتغل معهم بنفس المؤسسه بيكونوا مشفرين بعض الكلمات لانه هم الوحيدين اللي بيفهموا ايش معناها. حتى انت بتقعد معهم ما بتفهم ايش بدهم. اذا بدهم يحكوا بشيء وما يخلوك تفهم شيء ما بيخلوك تفهم شيء. ولما بنعملها بشركاتنا هاي والله حسب في اشياء بتكون يعني بعض الشركات بعض الموظفين بحسوا انه عملهم يعني سنسيتيف وما لازم حدا يعرف عنهم معلومات، تكون كلمات معينة كودز معينة هم اللي عاملينها بينهم، يعني هم بيعرفوا بس غيرهم ما حدا راح يفهم إيش من اللي هم بيعملوه. صحيح بتكون شفرات. صحيح زي الشفرات اللي بتستخدمها between you and your friends. yes انت حدا قريب منك شريك يعني كل شيء معك شريك بكل شيء بالخير وبالشر، هلا في شفرات معينة كلمات معينة بتكون اذا انت حكيتها انا ما راح اخذ فيها الشخص الثالث ما راح اخذ فيها اي معنى، لكن الوحيد اللي راح يفهم ايش قصدك فيها اذا انت موافق ولا مش موافق
بدك تروح ولا ما بدك تروح، بيكون صديقك اللي معك يعني، يكون في شفرات كلمات معينة. سين ثينج، هذا النظام انتقل للمؤسسات بشكل كبير يعني. تمام دكتور، هاي كنا نعملها احنا لما نلعب شدة، يكون بيناتنا شفرات كل واحد وشريكه. ايوه تعرف شو في، تعرف شو في مع شريكك من خلال حركاته، من خلال حركات غمزات العينين وال يس يس. عشان هيك بيكون بدك في اللعبات المهمه بيكون بدك حدا مراقب، بس يراقب حركات الناس اللي موجودين بالضبط، طلع بعض ولا ما تطلع بعض. تمام. هلا اشي يعني جزء اخر يعني متصل فيه، بيحكي لنا كيف نعمل عمليه البروتكشن للانتلكتشوال اسيتس. طبعا هاي من اصعب الشغلات اللي احنا ممكن نقدر نحميها، الا اذا كان الموضوع بتعلق بباتنت رايت او بتعلق بكوبي رايتس معينه او بروبرتي رايتس حقوق يعني بشكل حكومي، تريد سيكريت انك بتقدر تسجلها، تريد مارك، كوبي رايتس، ديزاين رايتس، اشياء تقدر تسجلها، لكن في اشياء كثيره من البروبرتي رايتس ما بنقدر احنا نسجلها، وبالعكس بيقدروا الناس يستخدموها وينسبوها لنفسهم يعني كمان. لذلك اي شيء عندك ثمين المفروض انه ايش تحوله لانتلكتشوال بروبرتي رايت، لانه هذا له فاليو راح يكون مع الزمن، اذا حدا بده يستخدمه لازم يدفع ثمن استخدامه لهذا الشيء. حتى صوره الاشخاص، صور الاشخاص اللي موجوده، تذكروا بالرياضة محمد صلاح، وكيل محمد صلاح رفع قضية على مصر. حد فيك صار دكتور صحيح، رفع قضية عشان حطوا صورته على الطيارة مظبوط بالضبط. قبل هالمرة مثلا كان مايكل جوردن لاعب السلة السابق، في حدا زي 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 سيفوي عندنا مثلا، في محل كان موجودا زي سيفوي عندنا، بدون إذن مايكل جوردن حطوا صورة مايكل جوردن على البرودكتس تبعه، بس حطوا صورته انه بيأشر عليه، فالوكيل تبعه رفع عليهم قضية انه بيستخدم وربحها طبعا، ما بصير تستخدم اسمه او تستخدم صورته بدون اذنه هذا الشخص. هلا اخر شيء بيحكي لنا عن بهذا التشابتر عن الدايناميك كابابيلتيز، ايش بنقصد بالدايناميك كابابيلتيز؟ شو بنقصد بالدايناميك كابابيلتيز؟ اتفقنا على انه الكيبابيلتيز اللي هي عباره عن ايش؟ عن القدرات، عن السكيلز والامكانيات. نعم، الامكانيات اللي احنا ممكن نكونها ونتمتع فيها مع الزمن، نتمتع فيها احنا داخل مؤسستنا، وبتتكون مع الزمن ثرو ذا اكسبيرينس رايت، ثرو عمليات الترايل اند ايرور والاكسبيرينس والروتينز المختلفه اللي احنا بنعملها داخل شركتنا، بتكون لنا مع الزمن كيبابيلتيز. متى بنقدر نحكي عن هاي الكيبابيلتيز ستاتيك كيبابيلتيز، ومتى بنقدر نحكي عنها دايناميك كيبابيلتيز؟ يعني لما نحكي عن حاكينا عن دايناميك كيبابيلتيز معناته ما دام بيحكي عن دايناميك كيبابيلتيز معناته ايش؟ معناته في عندنا ستاتيك كيبابيلتيز. ستاتيك بمعنى ثابته، والدايناميك اللي هي الاشياء الفلكسبل المتحركه، المتحرك اللي ممكن تعمل كومبيتيتيف ادفانتج، ممكن تحقق الكومبيتيتيف ادفانتج اللي وي كان ديفلوب ات، يعني ممكن انها تتطور الدايناميك، بس الستاتيكس بتضل ثابته. ثابته زي لما يكون عندك كيبابيلتيز، والكيبابيلتيز هاي محصوره باشخاص معينين داخل الشركه، وهذول الاشخاص ما دربوا حدا ولا علموا اي حدا جديد داخل الاورجنايزيشن، فانت بضل عندك كومبيتيتيف ادفانتج طول ما هذول الاشخاص موجودين داخل المؤسسه. ايش بنقصد لما نحكي انه في عندي دايناميك كيبابيلتيز؟ معناته انه عندي فلكسبيليتي، يعني معناته انه عندي ابيليتيز تو بيلد كاباسيتي اور ابيليتي تو بيلد كيبابيلتيز اول ذا تايم تو اتشيف كومبيتيتيف ادفانتج، بمعنى انه انا عندي الريسيرش اند ديفلوبمنت ديبارتمنت شغالين باستمرار، وعندي التريننج اند ديفلوبمنت ديبارتمنت شغالين باستمرار على الامبروفمنت اوف ار هيومن كابيتال، وعندي الـ HR they are always looking for talented people بالـ outside market، عندي ناس بالـ internal processes بالـ operation وبالـ marketing they are always trying to improve their work and come up with creative processes to do their jobs، عندي ناس بالـ managerial team أنا بعطيهم دورات development بشكل كافي إنه هدول الناس عندهم قدرة دائماً إنه يتخذوا قرارات، والقرارات تكون تبعتهم قراراتهم تكون صحيحة، سواء كانت قرارات تتعلق بالمؤسسة نفسها أو قرارات تتعلق في
building new alliances أو عملية إنه ينضموا لشركات أخرى أو يضموا لنا شركات أخرى داخل الماركت. هذا اللي هو اللي بنقصد فيه الدايناميك كابابيلتيز. الدايناميك كابابيلتيز بتعلق بقدرات خاصة فيك داخل المؤسسة، إنه يكون عندك قدرة دائمة ومستمرة، يعني عندك قدرة على الإبداع المستمر to continue your sustainable competitive advantage. دائما في عندك ناس بيفكروا بكامل دوائر المؤسسة، بيفكروا كيف يستغلوا فرص جديدة، كيف يعملوا generation لنيو knowledge من هالinformation الموجودة حواليهم، كيف يطوروا المؤسسة، كيف يطوروا الطرق اللي هم بيشتغلوا فيها، كيف يطوروا decision making process، وين يدخلوا بشركات مع أي شركات، أي أسواق يدخلوا فيها. هذا اللي بنقصد فيه الدايناميك كابابيلتيز. طبعا هذا ما بتكون بالمؤسسة إلا إذا كان جميع الناس اللي موجودين داخل المؤسسة بيشتغلوا إيش؟ بيشتغلوا على نمط واحد أو على خط واحد، وفاهمين أهداف المؤسسة، وthey are willing, committed, willing and involved in the organization work and the processes. Any question? لا، thank you دكتور. هذا بيكون اللي هو الشابتر تبعنا لليوم إن شاء الله. أي question عليه، أي حدا عنده أي استفسار، أي سؤال؟ دكتور، هلا بالنسبه لموضوع الاستراتيجيه وانه موضوع انه الشركه انه بتعمل ريسيرش وهيك شغلات، هلا في شركات مرات بتعلن الحكي هذا، بتكون جزء من هذا الموضوع ولا كامل انه بيكون شفافيه عاليه او إشي زي هيك بيكون عندهم؟ كمان مره انا ما فهمت عليك. هلا احنا على اساس اتفقنا ودرسنا انه موضوع انه ريسيرش والديفلوبمنت يكون ما مش مش كثير مفصح عنه، مش كثير معلن عنه للشركه عشان كومبيتيتور وهيك. بس هلا بنلاحظ مرات في ارتكلز معينه بتقراها عن شركات والله انه معلن ان عامل ريسيرش في كذا كذا هيك إشي يعني. بس ما هو ايش اسمك انت؟ عبد الله. عبد الله عوض. طلع عندنا يا عبد الله ايش انه شركات ما تصدق دائما كل شيء بيقولك اياه الكمبيوترز. اها، عمليه البزنس او اداره البزنس بطريقه استراتيجيه فيها جزء كبير من الاشياء اللي بتعلنها الشركات بيكون فيها خداع، نوع من الخداع للكمبيوترز. فانا ممكن اتوهك اوديك باتجاه 180 درجه مختلف عن الاتجاه اللي انا بشتغل فيه. ايوه، اعلن لك اني انا عمالي بعمل ريسيرش اند ديفلوبمنت على موضوع معين عشان انت يصير عندك انكرجمنت وبدك تنافسني وتبلش تشتغل على هذا الموضوع، انا اكون اشتغل على شيء ثاني. يعني بيشتغلوا على بعض الجماعه. طبعا هي البزنس عباره عن حرب. يعني هلا اول كتاب للاستراتيجيك مانجمنت اللي هو تبع سان توزو. تمام. سان توزو اللي هو كان يحكي لنا عن البزنس، بتعرف عن شو كان، يعني كيف بلش يحكي لنا عن الاستراتيجيك مانجمنت. اللي هو انت عباره عن شخص موجود بساحه حرب. ايوه، هي هيك. قائد المعركه، سي اي او تبع الاورجنايزيشن، بحكي لك القائد في الحرب كان يسموه هذا الجنرال، القائد العام للقوات. مزبوط. انت دخلوا على المؤسسه، شو صار يسميه؟ صار يسمي هذا الشخص، صار يسميه السي اي او للاورجنايزيشن. هلا الضباط الاقل، قائد وحده، هذا صار يسميه مدير دائره. الموظفين شو نسميهم؟ سنتوزو. الجنود امبلويز. بزنس عبارة عنده، لما كان يشرح لنا البزنس أو لما تطلع على كتاب سان توزو، والله بجوز عندي أطلع عليه، إذا عندي ببعث لكم إياه تطلعوا عليه في أوقات تقرأوا. كتاب حلو. فكان هو عبارة، البزنس عنده عبارة عن إيش؟ عبارة عن ساحة حرب، وساحة الحرب بحكي لك زي الحرب، مين القائد اللي بينجح بالحرب؟ هو القائد اللي بينجح بالحرب لازم يكون في عنده جزئين، جزء إنه بيخطط منيح ويكون عنده قدرة على خداع المنافسين. ايوه، بالحروب لازم تخطط منيح ولازم يكون عندك قدره على خداع المنافسين ومفاجاتهم، وهذا نفس الشيء نقله للبزنس. هذا من اول الناس اللي بلش يحكي لنا عن البزنس. هلا تطورت لغه البزنس بعد هيك وبطلنا نحكي عنه حرب وجندي وقائد ومش عارف، مع انه لاحظ المصطلحات، حتى احنا بنحكي عنه قائد ليدر، لاحظ المصطلح تبعنا ليدر، جنرال بدل جنرال.
هذا للجنرال، في عندنا جنرال بالحرب جنرال مانجر صار اسمه. اها هيك شوي الامور اختلفت. يعني حتى بامريكا بالشركات بامريكا باللغه العاميه لما كنا نحكي عن حالنا وموظفين حتى لليوم تسمعها بالشركات باللغه العاميه مش الرسميه الانفورمال كنا نحكي عن الموظفين سولجرز. انا لما كنت اشتغل مع موظفين الديبارتمنت لما اجي الصبح احكي لهم جود مورنينج سولجرز، هذول ماي سولجرز انا مسؤول عنهم. انا قائد يعني حرب، احنا بحرب عباره عن فعليا انت بحرب مع الشركات الاخرى. هلا تطور العلم والكتابه صرنا نتطور يتطوروا بالكتابه صارت الطف انه نحكي لك بزنس واورجنايزيشن وفيرم ومانجر امبلوي وبارتنر وسبلاير وكستمر. هدول يعني صار تطورات تطور بالكلمات فقط، لكن بالنهايه ما لازم يطلع من راسك انه ايش انا ما بصدق كل شيء الكمبيوترز بيحكي لي بالكليه. لازم تكون حريص المعلومات اللي انت بتاخذها من الكمبيوترز او اللي بتجمعها او اللي بيجيبوا لك اياها موظفينك وانت مدير، لازم يكون عندك قدره على تعمل اناليسز للانفورميشن صح ولا خطا وليش، تدور على الاسباب ليش، ما تصدق كل شيء بتجيك يعني. شكرا دكتور، شكرا. يا هلا. اذا عندي الكتاب اي ثينك انه عندي نسخه بي دي اف، لانه عندي هارد كوبي اكيد، بس سوفت كوبي اي ثينك انه عندي نسخه منه، اذا عندي ببعث حدا فيكم. والله اذا عفوا ضغطك مش غلط دكتور، شيء بفيد يعني. شيء ذات كتاب حلو زي قصه يعني بتقراه انت يعني سنتوزو. يا بليز اني كويستشنز دكتور. تفضلي. انا كنت بدي اسال على الدايناميك كابابيليتيز، هل ممكن نحكي الدايناميك انه اللي بيكون فيها الهيومن فاكتور والستاتيك اللي بتكون ريليتد تو تكنولوجي؟ حسب نوع التكنولوجي، كل ما كانت التكنولوجي اللي موجوده عندي او التكنولوجي اللي موجوده بمؤسستي، كل ما كانت التكنولوجي اللي موجوده فيكس تكنولوجي، يعني بمعنى اني انا ما بقدر انقلها من مكان لاخر، هذا الشيء راح يمنع ان يكون عندي دايناميك كابابيليتي. لاحظي كمان يعني اذا بدك اكثر على الدايناميك كابابيليتي، هذا الدايناميك كابابيليتي موضوع كبير يعني طويل لوحده، يعني احنا بس ماخذين انه كمصطلح تفهم ايش يعني دايناميك كابابيليتي. هلا كمان لاحظ الموقع، الفيكس اسيتس اللي بتحطها انت لموقع شركه معينه، كل ما كانت الاسيتس اللي انت بتستخدمها في البزنس اللي انت موجود فيه فيكس، بمعنى الفيكس انه ما بقدر انقلها من مكان لاخر او عمليه نقلها صعبه، هذا ايش راح يعطيني؟ ما راح يعطيني دايناميك كابابيليتي، ما راح يمكنني اني اعمل كومبتيتيف ادفانتج او يكون عندي كونتينوس كومبتيتيف ادفانتج. ممكن تتغير، مثلا انا اعمل كل استثماراتي واعمل فيكس بيلدينجز فيكس لوكيشن وفيكس بيلدينج وفيكس ماشينز في عمان، افرضي انه كمان شوي زي ما هلا بيحكوا المدينه الجديده مثلا، هاي اللي وين المدينه الجديده اللي حكوا لنا عنها بعمان؟ المدينه الجديده اللي راح تصير بعمان اذا صارت، يعني هلا هاي المدينه الجديده اذا صارت بتتوقعوا انه الناس اللي عندهم كومبتيتيف ادفانتج بعمان وانتقل البزنس لهي المدينه كلهم راح يضل عندهم كومبتيتيف ادفانتج؟ لا اكيد لا. طبعا مين اللي راح يضل عنده كونتينوس، اللي راح يضل عنده continuation للcompetitive advantage اللي هي كان convert or convey their assets أو dynamics عنده بتتحرك بتروح في مرونة بيقدروا يحركوا الأشخاص فعليا هم الأشخاص اللي بيقدروا يحركوا الكابابيلتيز تبعتهم لأماكن للمكان الجديد، لكن إذا ما كنت أنا قادر إني أحرك لمكان جديد هذا معناته إيش راح يصير معي؟ راح يبطل يصير competitive advantage they will be fixed. في حدا غيري راح ينتقل وحدا غيري راح ياخذ الكومبتيتيف ادفانتج اللي انا كنت اتمتع فيه. صح. عشان هيك بتشوفوا دائما بنحكي مش درستوه هذا بالفاينانشال مانجمنت رنت اور اون؟ لا انا ما اخذتوش صراحه. ما مر عليكم بالفاينانشال مانجمنت انه لما يجي على اللوكيشن اوف ذا بزنس، لما اجي اطلع على اللوكيشن او حتى بالفاينانشال مانجمنت وشيء بارت بال 207 ماده yes. انه انا yes. اشتري مكان ولا استاجر مكان، انه افضل انه احسن على المدى الطويل وعلى المدى القصير وعلى عمر المشروع. على المدى الطويل وعلى المدى القصير في ممكن انه هذا الشيء على شو بيسموه على المدى الطويل
انه انا اذا اشتريت مكان راح يعني معناته اذا اشتريت مكان معناته انا استقيت بنفس المكان ما عندي ما راح يكون عندي صح تصير فيكست صح مكان اخر فهي دراسه لازم تعملها انه نشتري ولا نستاجر اضل ادفع ايجار ولا اشتري هذا الهدف منه طبعا ما بعرف كيف درستوه انتم بالفاينانشال مانجمنت او بالماده 203 او 207 هذا الهدف منه عشان تشوف احنا بالنهايه الاستراتيجيك او الدايناميك كابابيلتيز اللي عندي اثبتها بمكان هذا راح يكون افضل لي على اللونج ران ولا راح تقيدني على اللونج ران راح اكون انا مقيد بهذا المكان فقط إيه كمان دكتور مش بس بيعتمدوها للمكان للسيارات يعني زي زي مثلا شركات الشحن وال زي ارامكس مثلا وهيك صاروا نفس الشيء يعملوا مع السيارات تبعهم لانه يحسبوا انه في قيمه استهلاك لهم تمام لكل شيء طبعا عندك قيمه استهلاك وعندك ديبريشيشن على القيمه وبدي اصلح السيارات اعمل كل هذا ولا استاجر سياره وانا ما لي دخل كل سنه اجيب سياره جديده وادفع اجارها لمده سنه مزبوط ادفع الليس تبعها لمده سنه بس دكتور لو بدك انت تستاجر سياره لو بدك تشتري سياره راح يكون ممكن ضمانها افضل ما انك انت تستاجرها يعني على مدار مثلا سنه كامله حسب نوع البزنس اللي انا فيه مثلا انا ما بوفي معي هلا انا اوكي اوكي حسب لازم تعمل هي يعني عباره عن ايش استدي لازم اعمل اناليسز ايوه هلا احنا مستعدين اليوم على اي شابتر بالكويز شابتر 1 و 2 رايت يس 1 and 2 يس طيب. هلا ان شاء الله خلال 10 دقائق بتشوفوا اللينك موجود مده الكويز هي عباره عن 5 multiple choice مدتهم 10 دقائق فقط تمام تمام اذا ما ظل عندكم شيء يعطيكم العافيه يعطيك العافية دكتور يعطيك العافية شكرا يا دكتور يعطيك العافية دكتور سريعا تصفحوا تصفحوا شابتر 1 وشابتر 2 لحد ما تيجي الساعة 6 اوكي دكتور ناطرين منك الكتاب اللي حكيت عنه تبع القائد يا ان شاء الله راح ادور عليه واشوف اذا عندي بي دي اف منه ببعثه لحد فيك ببعثه لهيبة عشان ثانك يو ان شاء الله السلام عليكم دكتور عفوا بالنسبة للميك اب